جديدة من 10 الصبح في الأهلي. يا صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من البرنامج. يا صباح الكؤوس والدروع والانتصارات اللي كل يوم بتنور لنا الدنيا في الاستوديو، وكلها طبعا مستحقة عن جدارة شديدة لكل الفرق الرياضية المختلفة في النادي الأهلي. أكيد هنعرف حضراتكم هذه التفاصيل خلال دقائق. صباح الفل عليك. صباح الهنا يا كريم. وأنا سيبهم يعرفوا نفسهم بقى ولا نقول إحنا؟ يعني بجد هنقول تاني صباح النصر. الحمد لله إن إحنا كل يوم عن يوم بنقول صباح النصر. الانتصار جديد لرياضة جديدة بالنادي الأهلي، حاجة مشرفة جدا لحضراتكم شايفينه. ده نتاج تعب ونتاج مجهود كبير جدا على الأرض، ونتاج كمان يعني نظام كمان من مجلس الإدارة وكواليس حضراتكم يمكن أو إحنا كلنا يمكن ما نعرفهاش، بتترجم في دروع وأوقات دروع ويعني بطولات كتيرة النادي الأهلي بيحققها في رياضات مختلفة. دايما يا رب متألقين وناجحين، وأكيد عندنا كلام كتير وتفاصيل كتير خاصة بالانتصارات اللي هي قاعدة معانا على الكنبة دلوقتي، فيعني على مدار الحلقة إن شاء الله. بس خلينا يعني ننوه مع حضراتكم الفقرات اللي هتكون معانا النهاردة. فقرة أولى هيكون معانا كابتن سامح لبيب نجم الأهلي السابق لكرة اليد، وفقرة تانية هيكون معانا كابتن إيهاب جلال حارس الأهلي الأسبق. طيب تعالوا نبتدي بالتهنئة. مليون مبروك للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، التتويج بلقب دوري السوبر بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 81-53 في ثالث مباريات سلسلة نهائي المسابقة اللي أقيمت على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر. قدم الحقيقة الفريق عرض قوي جدا، ونجحوا في فرض سيطرتهم على مجريات المباراة بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع وكمان الرميات الثلاثية، عشان في النهاية يحققوا فوز مستحق ومنحهم طبعا اللقب. شهدت هذه المباراة تحلي لاعبات النادي الأهلي في جميع فترات المباراة بالسرعة والدقة في تنفيذ الهجمات والتركيز الشديد في الدفاع، مناطق الدفاع والهجوم، وده طبعا ساعد الفريق كتير جدا على إحكام السيطرة على أحداث اللقاء، وبالتالي يعني حسم الفوز بهذه المباراة. طبعا مباريات الدور النهائي للبطولة بتقام بنظام البيست اوف فايف، يعني الفريق اللي بيفوز في ثلاث مباريات هو اللي بيتوج باللقب. وطبعا سيدات سلة النادي الأهلي فازوا بالمباريات الثلاثة الأولى ليضمنوا التتويج بلقب الدوري، وعقب نهاية اللقاء تسلم الجهاز الفني واللاعبات كأس البطولة وكمان ميداليات المركز الأول. حصلت حاجات حلوة كتير في هذا اللقاء أثناء وبعده، تعالوا ناخد فكرة كده بسيطة عنه من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل. اتفضل. الحمد لله. أولا بجد موسم كان رائع بدون ولا خسارة. أحب أشكر الجهاز الفني والفريق على التعب اللي تعبوه معنا، وبدون يعني اجتهاد الفريق وإن هم بيساندوا بعض ما كانش زماني أخدت الجوائز دي، فالحمد لله. وبجد كان موسم رائع الحمد لله. جيم 2 يعني استهترنا شوية بالماتش، إن هو إحنا كده كده كسبانين في أي وقت، فكابتن عمل معانا اجتماع وقال لنا مفيش استهتار، واحنا لازم احنا هدفنا السيزون ده ان احنا نلعب كل البطولات ونكسب بدون اي هزيمه، نكسب كل المباريات بدون اي هزيمه. فنزلنا الماتش من البدايه مفيش هزار مفيش استهتار، من اول دقيقه في الماتش لغايه اخر ثانيه واحنا بنلعب بجد علشان كلنا نبقى طالعين فرحانين وبالمكسب وكل حاجه. فالحمد لله يعني ربنا وفقنا. هنرجع نقول اكيد مبروك لاعبات سله الاهلي، وكمان امبارح كابتن محمود الخطيب هنأ لاعبات الفريق وهنأ كمان الجهاز الفني والاداري والطبي بمناسبه الفوز الكبير بدوري السوبر. هنا بنتكلم بقى بلغه الارقام للمره ال 25 في تاريخ النادي الاهلي. قارن ده بقى باي حته ثانيه اي نادي ثاني مش موجود الرقم ده خالص. بتكلم كمان عن فضلا هنا عن فوز الفريق ببطولات، بتكلم دوري المرتبط كاس وكاس السوبر هذا الموسم فقط، يعني نتكلم في كل ده هذا الموسم فقط. اشاد كمان كابتن محمود بالاداء المتميز للاعبات والتفوق الواضح في المستوى الفني والبدني والنتائج كمان الايجابيه، وهو ما يعكس اكيد الجهود الكبيره زي ما كنت بقول انا وكريم في بدايه الحلقه لكل المنظومه منظومه العمل. قال كمان ان الفوز بالبطولات الاربع بيضاعف يعني من المسؤوليات الملقاه على عاتق الفريق وجهازه لاسعاد جماهير الاهلي التي لا تتوقف عند الفوز ببطوله او اكثر، وان ده بيحتاج الى جهود مضاعفه وتركيز كمان
مستمر وتعاون بين كل العناصر حتى يحافظ الفريق على مسيرة الانتصارات ويظل في المكانة التي يستحقها. حاجة جميلة، مشهد كان أكثر من رائع اللي حضراتكم شايفينه، هتاف الجماهير، التلاحم الموجود، الروح الحلوة اللي كانت بين كمان اللاعبات، يعني زي ما حضراتكم شايفين في كده صور أو في فيديوهات أو في لقطات هي اللي بتعبر عن نفسها، حاجة تدعو للفخر. وهنرجع نقول تاني، يمكن احنا بنشوف لقطة التتويج أو النجاح، لكن ورا ده شغل كبير وكواليس كتيرة جدا وأبس أند داونز. مش هنقول إن احنا أخدنا بطولات بسهولة، مفيش بطولة بتيجي بسهولة، بيبقى وراها أبس أند داونز ومشاكل وغيره، وماتشات بتروح وأوقات بطولات كمان بتروح، لكن أنت سرعان ما بتعود مرة تانية تقف على رجليك وتعوض كل حاجة بتروح منك. فهو ده النادي الأهلي، مبروك مرة تانية، ومسيرة كبيرة من الانتصارات لسه كمان بتنتظرنا. أنت بتقولي إن ورا الانتصارات دي أكيد في كواليس كتيرة ومليانة تفاصيل، وده أكيد مظبوط مليون في المية. تعالوا بقى ناخد فكرة ولو مبسطة عن جانب من هذه الكواليس من خلال كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سلة النادي الأهلي. كابتن طارق صباح الفل عليك، وسعداء بوجودك معنا في 10 الصبح في الأهلي، ومليون مبروك الانتصارات الرائعة اللي بتتحقق دي. صباح الخيرات عليكم. صباح الخير يا كابتن، مبروك علينا، مش هقول مبروك عليكم، مبروك علينا جميعا. وخلينا نعرف من حضرتك، يعني اولا ايه الصعوبات اللي كانت بتواجهكم، وفي نفس الوقت انت بتتكلم عن بطولات كبيره جدا، ماتش امبارح تحديدا كمان، ايه اصعب الاوقات او اللحظات اللي مرت على حضراتكم على الفريق، ازاي كنتوا برضو بتحافظوا على السكور لاخر لحظات؟ اتفضل يا كابتن. والله انا جايبها من اول الموسم، كنت جاهز فرقه، أنا مسكت الفرقة في نهاية الموسم بشهرين، كان عندنا دروب في بعض البوزيشن، قدرنا نتفق مع ناس تكمل لنا البوزيشن ده زي هذا مصطفى أو مرة الأشرف. الموسم الطويل احنا حطينا ليه بلان إن احنا عايزين نعمل موسم استثنائي، فالحمد لله كل عناصرها مكتملة، جبنا محترفة راكبة على شغلنا، فحطينا بلان طويل إن احنا عايزين الأول حطينا تارجت، يعني عايزين نعمل موسم استثنائي بدون هزيمه، وقعدت اغرس دي في الفرقه لحد ما صدقوا، يعني دي كانت البذره الاولانيه. الاثنين التوفيق بقى بتاع ربنا ان انت تلعبي فاينل مرتبط، اول بطوله دي بتفرق معاك انت شخصيا في اي مسابقه، انك تلعبي فاينل دوري مرتبط من غير المحترفه مصابه، هتكسبي سبورتنج قوي جدا 30 بوينت، دي كانت البدايه ان الفرقه تصدق ان هي ممكن تبقى فرقه صلبه جامده باي حد من ال 12. الصعوبات اللي قابلتنا كتير، منها تجمعات المنتخبات بيتاخد من عندي 6-7 ويبقى عندك 2-3 مصابين، فما بتمرنيش، مش عارف اتمرني، بتمرني 4 لعيبه، مش عارف تحطي تارجت او تكملي، بيجي لي 6 من المنتخب شبه جاهزين او مجهدين، واللي في النادي مش عارفين نلعب 5 على 5. دي كانت صعوبتها. انما الاولاد كانوا رجاله، قادرين يتماسكوا روحهم زي ما انت شفت كده في فاينل امبارح، وهم حتى بيستلموا الجائزه روحهم عامله ازاي. عملنا تيم مش فرد، يعني انا عندي نجوم، ثريا، سرعاوي، رنين، ميرال، فريده محترفه، بس ما يبانش ان انا عندي نجم لوحده، احنا بنبني تيم. فضل ربنا كبير جدا ان احنا نحقق 5 بطولات بدون هزيمه، يعني ما مش احسن من كده، ان احنا نسعد نفسينا ونسعد جمهور النادي الاهلي كله. رائع. ممكن اختلف في كلمه صغيره؟ انا عارف والله عارف. يا كابتن طارق تسمح لي، يعني احنا في بيتنا البنات ما كانوش رجاله، بنات كانوا بنات، بنات كانوا اقوياء جدا، بصح كده؟ تمام. انت عارفه الموضوع ده عامل لي ازمه دايما بالظبط، لان انا مسكت ولاد درجه اولى، اللفظ ده على لساني على طول. ماشي. طيب كابتن طارق، هنرجع نقول بجد والله ما مجامله، مجهود رائع واللي حضرتك بتقوله ده فعلا احنا كلنا كنا سامعين عنه على الاقل مش بس عارفينه، والترن او الكامباك اللي حصل بالارقام وبالرانكينجز والبطولات اللي حضراتكم يعني حصلتوا عليها، ده بيترجم قد ايه كان في مجهود كبير جدا بيتم. لكن في شق مهم قوي يمكن احنا اتكلمنا عنه في كره القدم، بس هو يطبق او يعني ممكن ان احنا نقيس عليه في كل الرياضات الاخرى، فكره ان انت بتاخد فريق بتشتغل عليه برضو ما كانش عنده يعني استقرار شويه، قدر ان هو بعد كده يتحسن وضعه بشكل كبير جدا، قدر ان هو يتالق بشكل كبير جدا، قدرت ان انت ترجع الروح للعيبه مره تانية. ده مش سهل، ده بيبقى عليه برضو عامل مع الفني عامل نفسي كبير. كابتن طارق حضرتك جمعت بين الاثنين ازاي؟ دي برضو نقطه مهمه. انا بطبعي
انا بطبعي ان انا لما بمسك فرقه كل الاجتماعات اللي بنعملها بنحط زي ما بقول لك تارجت طويل، وعايز فرقه، عايز تيم، مش عايز نجم. دي وتصدق ان انت تقدري حته تصدق دي، يعني بطوله افريقيا 2016 رجال اللي احنا كسبناها فرقتنا كانت قليله بالنسبه لتاريخ بطوله افريقيا، ما كانش حد مصدق. هي غرز، وده اتعلمته انا او اتعلمته من النادي الاهلي، حتى لو انت فريق مش قوي ازاي تغرز ان انت تكسب. اللعيب لو صدق انه يقدر يكسب انت بتحقق حاجات. العامل النفسي مهم جدا، الواحد يصدق الاول بعد كده فعلا ده يترجم بالفنيات على الارض. ده مهم جدا مع قاعده فرديه، معانا كمان دكتوره نفسيه في الفرقه. كويس. احنا التيم قريب قوي، الجهاز الفني كله قريب قوي مع الولاد والبنات. فدي عوامل مساعداتي ان انت تبقي الولاد يصدقوا احنا محتويينهم قوي. زائد الكبار بقى الفرقه دينا عمر على ثريا على راضين وسعاوي برضو محتويين الفرقه. عملنا الجزء ده اشتغلنا فيه. انا دايما بقول التدريب عباره جزء فني، جزء معامله، كاتشانه، اداره المباراه من خارج الملعب. هي ده مش ان انا احط خطط هجوميه ودفاعيه فقط. صحيح. هي خطط هجوميه ودفاعيه، وتديري الماتش وتديري دماغ البنات ان هم اللي واقع منك ازاي تجيبيه، اللي فاكر نفسه ان هو سوبر ازاي تجيبيه داون. كل دي نقط مهمه فعلا. وعلى فكره لو ما كانتش اتعملت كما ينبغي ما كانش الانجاز الاستثنائي ده اتحقق، وده في حد ذاته برضه يا كابتن طارق يعني اكيد بيحط عليكم عبء كبير. فكره العلامه الكامله اللي اتحققت في كل البطولات اللي شارك فيها فريق سيدات سله النادي الاهلي، طب اللي جاي لازم ما يقلش، فدي برضه تعتبر تحدي في حد ذاتها. هتتعاملوا ازاي مع النقطه دي؟ زي احنا يعني احنا مديين فتره راحه ببلان مع المعد البدني، الناس الوزن بالذات عشان ما حدش يقع مننا. مش عايز راحه سلبيه لمده شهر ولا شهر ونص. احنا نفس الكلام، هيبقى بلان طويل هنحط فيه تارجت، بس هيزيد علينا ان احنا عندنا بطوله عربيه وبطوله افريقيه ان شاء الله السنه الجايه. يعني عندنا 7 مشاركات السنه الجايه ان شاء الله. نتمنى او ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى السنه الجايه موسم استثنائي ب7 بطولات ان شاء الله. ان شاء الله ده وعد مني ليك ان شاء الله يتحقق. قدها وقدود واثبتوا ده بالفعل، مش لسه في مرحله تجريب. الحقيقه الانجاز اللي اتحقق انجاز كبير جدا، بنهنيكم عليه وبنتمنى لكم المزيد من النجاحات ان شاء الله الفتره اللي جايه. مشكورا كنت معانا النهارده، وشكرا جزيلا، وان شاء الله موفقين دايما. حاجة محترمة قوي، حاجة محترمة جدا. والواحد بيسعد ان زي ما كنت بقول لك ان انت ما بتفوزش برضه بسهولة، يعني فكرة ان انا افوز بسهولة دي ما تحسش بطعم قوي الحاجة، لكن انت عندك زي ما بنتكلم فوز اهو موجود والدليل اهو. حتى بالأمارة اهو. حتى بس في ودول مش بس احنا بقالنا الحمد لله لحد دلوقتي كام كاس كان معانا 4 طبعا. فيعني ده في خلال ده في اقل من اسبوعين، فده اكيد انجاز كبير. طيب خلينا نكمل يا كريم، لان احنا لسه عندنا برضه وماتش مهم جدا، وماتش الساعه. أيوة طبعا. الاهلي والترجي في كلام كتير قوي طبعا. بالمناسبه النهارده الاهلي هيواصل استعداداته للقاء العوده في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا طبعا امام الترجي التونسي في المباراه المرتقبه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، اللي هتكون بالمناسبه بحضور 10,000 متفرج. امبارح ارسلت السلطات الامنيه خطابا للنادي الاهلي وكمان لهيئه استاد القاهره بتخطر فيه جميع الاطراف بالسماح بحضور 10,000 متفرج فقط. وطبعا النادي الاهلي كان فاز على الترجي ب3 أهداف نظيفه، ومحتاج في مباراه الاياب اما الفوز او التعادل او تفادي الهزيمه بفارق اقل من 2. طبعا كلنا ثقه في فريقنا في تحقيق الفوز والعبور للنهائي ان شاء الله، لان اللقاء النهائي ده المكان الطبيعي للنادي الاهلي. اتفق معاك. نروح لبعض الاخبار برضو السريعه الخاصه بالنادي الاهلي. امبارح وجه مجلس اداره النادي الشكر للتشيكي مايكل براكتش المدير الفني لقطاع الناشئين طبعا بالنادي الاهلي عن فتره عمله بالنادي، والاكيد حقق خلالها العديد من النجاحات والانتصارات الكبيره والتطوير الملحوظ بشكل كبير في هذا القطاع زي ما حضراتكم اكيد عارفين. حرصت كمان لجنه التخطيط برئاسه كابتن محسن صالح وعضويه كابتن زكريا ناصف، وكان موجود برضو كابتن امير توفيق، وكان في عدد كبير، وكابتن خالد بيبو ايضا كان موجود. حرصوا ان هم يوجهوا له الشكر، وكابتن وليد سليمان انا مش عايزه انسى حد برضو، حرصوا ان هم يوجهوا له الشكر. وكان في برضو كده يعني احتفاليه للمدير الفني والتاكيد على كمان تقدير النادي للي قدمه من عطاء خلال الفتره اللي فاتت وفتره التعاقد معاه، وهيكون النادي مفروض الفتره القادمه ان شاء الله باسناد مهمه المدير. هنا بقى اللي الناس كانت بتتساءل مين اللي هيكون في هذا المنصب الفتره القادمه، مفروض لاحد ابناء الاهلي اصحاب الخبرات الكبيره في مجال التدريب بقطاعات الناشئين. ممكن يا كريم الناس
تاخد هذا الخبر وتقول لك ده احسن خبر انا سمعته، ان ابناء النادي هم اللي يكونوا مشرفين على يعني هذا القطاع، القطاع الاهم اعتقد في اي نادي، قطاع الناشئين هو ده المصنع، هو ده الاساس بتاعك، اساس اي عماره بتبنيها هو الاساس اللي بتحطه، هو ده اللي بعد كده يقول لك العماره دي قايله للسقوط ولا العماره دي قويه وهتستحمل وتقعد سنوات طويله جدا. فهو ده قطاع الناشئين اللي في النادي الاهلي اثبت على مدار تاريخ كبير جدا وسنوات كبيره جدا واسماء نجوم عظيمه جدا لحد دلوقتي، حتى لو مسيرها الكروي انتهى لكن لسه عطائها مستمر مع النادي الاهلي من خلال التدريب او يعني العمل الفني او الاداري او غيره. ولكن هنا بنتكلم برضو ان اسناد هذا القطاع او هذه المهمه يا كريم لاحد ابناء النادي الاهلي ربما لها انعكاسات كبيره جدا، الاخص بيها او الاهم فيها ان العامل النفسي. لسه كنا بنتكلم لما يبقى ولد صغير عنده 5 6 7 سنين بيشوف ان الدايركت يعني مش هقول الدايركت بلاش، القائم على هذه المنظومه اللي بيدربه، القدوه بتاعته اللي بيديله التعليمات، نجم كبير مثلا كان قبل كده سابق في النادي الاهلي، ده بيفرق كبير كتير جدا، غير ان هو اكيد يشوف برضو رجل اجنبي ذات خبرات كبيره مهمه جدا، الخبرات ان احنا يتم برضو نقلها عندنا. لكن في الاول وفي الاخر انت لازم يكون عندك حد محلي، حد من ابناء النادي هو القائم على هذا القطاع اللي في غايه الاهميه، ده رايي او انا هتبنى هذا الراي يعني. طيب تعالوا نرجع مره ثانيه ونقول مبروك. حلو ان احنا تقريبا ما فيش حلقه يعني بتفوت علينا من غير ما نهني ومبارك اما فريق ما من فرق النادي الاهلي المختلفه او منتخب مصر في رياضه من الرياضات. عايزين المره دي نقول مبروك لمنتخب مصر للووشو كونغ فو اللي فاز بالمركز الاول وتوج به كاس البطوله العربيه الثامنه للكبار في الفرعين المختلفين في هذه الرياضه اللي هي الساندا والاساليب. مصر فازت ب 22 ميداليه ذهبيه ضمن منافسات البطوله اللي اقيمت في الرباط بالمغرب خلال الفتره من 10 الى 14 مايو، والحقيقه كان في تالق حقيقي وفاز جميع اللاعبين بالمراكز الاولى بدون اي خساره للمره الاولى في تاريخ البطولات العربيه على الاطلاق، فطبعا فوز مستحق بنهنيهم عليه وبرضه مستنيين منهم المزيد من النجاحات الفتره الجايه ان شاء الله. طيب ناخد بريك بقى من الانتصارات دي، نروح نشوف درجات الحراره والطقس اخبارهم ايه ونرجع نكمل. اتفضل يا كريم. لعب فيها معايا؟ لعب فيها عليا؟ ماشي، بس الفاصل اللي بعديه بتاع كده اللي هو احنا مروحين مع الموافقه. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. ودلوقتي جه الوقت اللي ممكن نتعرف فيه بقى مع حضراتكم على اخر الاخبار والتفاصيل المتعلقه بالمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وفروعه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الهنا، اتفضلي سامعينك. كلمتي دي بس هو ماله وماله، ممكن نستخدمها برضه. النصر عليك وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. لكن قبل بقى ما نبدا اخبارنا النهارده طبعا حابه ابارك لكل الاهلاويه، يعني امبارح كان يوم اهلاوي خالص في الالعاب الاخرى، فرق النادي الاهلي كلها تقدمت في المباريات، كان يوم حافل بالمباريات. يعني البدايه طبعا كانت من سيدات كرة اليد واللي قدروا يفوزوا على فريق النواصر المغربي بنتيجة 42-12، بعد كده بقى ملكات كرة السلة قدروا يفوزوا على فريق الجزيرة ويتوجوا بدوري السوبر، والحقيقة ان هم عاملين موسم استثنائي، يعني موسم بلا هزيمة، حققوا الخمس بطولات، فازوا في جميع المباريات، سواء طبعا بطولة دوري السوبر، دوري المرتبط، كاس السوبر المصري، وكمان طبعا كاس مصر ومنطقة القاهرة، عشان بقى يعملوا موسم استثنائي طبعا يضاف لملكات كرة السلة، وبنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. كمان بقى ختامها كان مع رجال كرة اليد واللي قدروا يفوزوا على فريق سبورتنج في منافسات طبعا بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بنتيجة 32-28، وشفناهم كمان عملوا عشان بقى يفرحوا كل الأهلوية. طبعا ببارك لكل الأهلوية مرة تانية. خلونا بقى نبدأ أخبارنا النهاردة والبداية مع الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر بعد مباراه الترجي التونسي في طبعا نصف نهائي دوري ابطال افريقيا واللي فاز فيها فريق الاهلي بنتيجه 3-0. النهارده بقى الفريق ان شاء الله هيرجع مره ثانيه للتدريبات، التجمع هيكون الساعه 4 والمران هيبدا الساعه 5 مساء. طبعا زي ما احنا شفنا في كل تصريحات مستر مارسيل كولر بيؤكد ان لسه ما حسمناش التاهل للنهائي، لازم طبعا يركزوا بشكل كبير جدا في المباراه القادمه. عندنا بقى ثقه كبيره جدا طبعا في رجال كره القدم بالنادي
النادي الاهلي ان شاء الله يفوزوا في المباراه القادمه وكمان يعملوا كمان فرق سكور. الجماهير اكيد هتكون متواجده وهتكون اضافه كبيره للفريق. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا بقى نروح للالعاب الاخرى. والحقيقه ان النهارده كمان هيكون يوم حافل بالمباريات في الالعاب الاخرى. خلونا نبدا البدايه بكره السله والرجال. كره السله النهارده عندهم مباراه مهمه جدا امام فريق الاتحاد السكندري ضمن بقى منافسات الفاينل من بطوله دوري السوبر. طبعا هي بتقام بنظام بيست اوف 5. النادي الاهلي حتى الان قدر يفوز في مباراتين لكن الاتحاد فاز في مباراه. لو قدروا بقى يفوزوا في مباراه النهارده ان شاء الله كده هيكونوا بيتوجوا بلقب دوري السوبر. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بقى بكره في 10 الصبح في الاهلي نكون بنبارك لهم. المباراه هتكون الساعه 7 مساء على صاله الشباب والرياضه ب 6 اكتوبر وطبعا هتكون مذاعه على قناه النادي الاهلي. كل جماهير النادي الاهلي بقى تقدروا تتابعوا المباراه وتدعموا رجال كره السله النهارده اللي طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى نروح دلوقتي للعبة كرة اليد وكمان في مباراتين في كرة اليد. سيدات كرة اليد النهاردة هيكون عندهم مباراة مهمة أمام فريق مكنين التونسي. المباراة هتكون الساعة 5 مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات بقى ربع نهائي طبعا دور ربع النهائي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية. وكمان رجال كرة اليد هيكون عندهم مباراة مهمة أمام فريق شباب كينشاسا الكونغولي هتكون الساعة 9 مساء أيضا على صالة الأمير عبدالله الفيصل. يعني خلاص بقى احنا دخلنا في مرحلة الناك اوت لازم يفوزوا في جميع المباريات القادمة. طبعا عندنا ثقة كبيرة جدا سواء في رجال او سيدات كرة اليد ان شاء الله يتوجوا بالبطولة وتكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة. كمان بقى خلوني استعرض لحضراتكم نتائج بطولة كأس الكؤوس في امس. طبعا زي ما احنا عارفين هي بتقام هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة على صالة الشهداء وكمان صالة الامير عبدالله الفيصل. ونبدأ بمنافسات السيدات. طبعا النادي الاهلي زي ما قلت كان واجه فريق النواصر وقدر يفوز عليه بنتيجة 42-12. كمان فريق مكنين التونسي قدر يفوز على فريق فانز الكاميروني بنتيجة 31-24. وفريق بريميرو دي أوجوستو الأنجولي قدر يفوز على فريق هابيتات الإفواري بنتيجة 32-20. أما عن منافسات الرجال شباب كينشاسا قدر يفوز على فريق فانز بنتيجة 27-25. وفريق رجاء أغادير قدر يفوز على فريق كيركوس الاثيوبي بنتيجه 36-19. فريق الزمالك قدر يفوز على فريق وداد سماره بنتيجه 38-17. وزي ما قلنا طبعا رجال كره اليد للنادي الاهلي قدروا يفوزوا على فريق سبورتنج بنتيجه 32-28. يعني دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه النهارده اللي معانا. كمان بقى زي ما عودناكم دايما خلونا نقول لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. الاعضاء متواجدين منذ ساعات في حاله من النشاط والطاقة الإيجابية. يعني زي ما دايما تقريبا بنقول إن هم بيمارسوا رياضة المشي في الصباح. درجة الحرارة دلوقتي يعني أو آخر مرة شفتها كانت 24. وفي سيولة مرورية جيدة للطرق المؤدية للنادي. يعني كل الأعضاء بقى اللي حابين يجوا يقضوا اليوم النهاردة تقدروا تيجوا تستمتعوا باليوم. يعني دي كانت أخبارنا النهاردة في فقرة أخبار النادي. طبعا معاكم لو عندكم أي استفسارات. والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. تغطية وافية كالعادة بنشكرك عليها شكر جزيل لزميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. رائع جدا التغطية دايما بتكون حقيقية من هنا. خلينا بقى ننتقل بعد كده للماتشات المختلفة. وامبارح تحديدا هنتكلم عن ماتش برشلونة اللي توج ببطولة الدوري الإسباني بنتكلم للمرة 27 في تاريخه. ماتش كان قوي ماتش قوي جدا. اكتسح مش فاز اكتسح نظيره اسبانيول برباعية مقابل هدفين. برضو ماتش كان مش سهل يعني حتى لو كان الفارق كبير جدا ما بينهم في ترتيب الدوري. طبعا برشلونة بنتكلم الأول اسبانيول 19 لكن كان ماتش قوي. ده اللي نقدر نقوله في إطار هنا الجولة الـ 34 من البطولة عشان يقدر تشافي المدرب طبعا الشاب المحبوب بشكل كبير جدا يقود الفريق للفوز باللقب قبل انتهاء المسابقة بأربع جولات بوصوله للنقطة 85. يعني أنت قدرت من خلال المسيرة بتاعتك هذا الموسم أن أنت تحسم اللقب بدري. ده امبارح اللي ترجم برضو يا كريم بعد المباراة لقيت الفريق بتاع برشلونة اللعيبة بيحتفلوا بالملعب في الملعب بعد لما الماتش انتهى وبعد ما الحكم
يعني صفر، وده اللي اغضب جماهير اسبانيول. امبارح كان المشهد هيتطور للاسف للأسوأ، لكن الدنيا تم يعني الحفاظ عليها سريعا او السيطره عليها سريعا. لكن امبارح جماهير من يعني جماهير اسبانيول نزلوا ارضيه الملعب، كانوا معترضين تماما على فكره ان اللعيبه في برشلونه بيحتفلوا خلاص بالفوز المبكر، فكان هيحصل اشتباكات بس الموضوع يعني تم السيطره عليه. في الاول وفي الاخر برضو اعتقد ان هم من حقهم يفرحوا لان هم عاملين موسم رائع جدا. برشلونه كان عندها مشاكل كبيره جدا، يمكن تحديدا من 2001 ومن وقت رحيل ميسي، واتكلمنا عن الموضوع ده اكتر مره وغيرنا اكيد، ازمات ماليه عديده جدا، يعني هم اضطروا ان هم يتنازلوا بشكل كبير جدا لبعض حقوقهم من حقوق البث بالمناسبه علشان يقدروا يعوضوا هذه الخساره. استغنوا عن ميسي، جابوا صفقه ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي اعتقد ان هي صفقه ناجحه 100%. ناس كثيره كانت لما كنا بنتكلم ان هو هينتقل لبرشلونه، طبعا انت فاكر احنا اتكلمنا عن ده، قال لك هل ده هيكون لصالح ليفاندوفسكي ولا لا؟ لان ممكن يكون لصالح برشلونه، هو في امس حاجه للاعب يكون يعني تقيل وفي نفس الوقت يقدر يعوض شويه غياب ميسي، لكن طبعا مع الفارق الكبير. لكن ليفاندوفسكي سوفر ماشي كويس جدا، هو امبارح كان احرز هدفين من الاربعه، يعني كان متالق بصراحه كالعاده، فمباراه كانت حلوه وهنشوف ايه اللي هيحصل. بس يعني يعتبر برشلونه كده ضمن تقريبا اللقب خلاص الى حد كبير الحقيقه. طيب اللي هو ده بتحكي لحضراتكم عليه ده كله بيحصل في الدوري الاسباني. في نفس الوقت بقى وفي الدوري الانجليزي نجومنا العرب ابناء العالم العربي اللي بيحترفوا في الفرق الانجليزيه المختلفه بيواصلوا تالقهم الحقيقه كل يوم والتاني. امبارح وصل رياض محرز جناح مانشستر سيتي تالقه خلال مباراه فريقه ضد ايفرتون في الدوري الانجليزي. نجح مانشستر سيتي في الفوز على ايفرتون بثلاثيه نظيفه، وبحسب الاحصائيات نجح محرز في انه يصنع اسيست في اخر اربع مباريات متتاليه في الدوري الانجليزي الممتاز للمره الاولى في مسيرته، وبكده اصبح كمان هو ثالث لاعب افريقي يصنع 10 اهداف في اكثر من 3 مواسم مختلفه، طبعا بعد محمد صلاح وديدي دروجبا. اما هالاند طبعا هذا الكائن العجيب وصل طبعا الى هدفه رقم 36 في الدوري الانجليزي، وبالمناسبه هو كتب الرقم ده على حذائه الخاص بعد تسجيله امام فريق ايفرتون. هو ايفرتون برضو في الجدول يمكن رقم 17، مان سيتي الاول برضو فارق كبير جدا، لكن بالرغم من الفوارق الموجوده في ترتيبات الجدول يعني او ترتيب الجداول المختلفه للدوري المختلف، لكن بيبقى برضو ده ما بيبقاش ملحوظ يا كريم في الملعب. يعني ربما ده بيختلف تماما عن الدوري عندنا لما احنا بنلاعب فرق الفارق ما بيننا حتى الاول والرابع الاول والخامس بتحس في فوارق كبيره جدا في اللعب، لكن هناك بتتكلم على الاول وال17 او الاول وال19 يعني ده صحيح. فرق كبير وتشوف الماتش حلو فيه نديه على الملعب ما بيبقاش ملاحظ. يعني امبارح كمان من الماتشات الكبيره كانت خساره فريق ارسنال امام برايتون بثلاثيه كانت نظيفه ضمن منافسات الجوله 36 من الدوري الانجليزي. طيب كده لو احنا هنتكلم بلغه الارقام، تجمد رصيد فريق ارسنال عند النقطه 81 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، ورفع برايتون رصيده للنقطه 58 في المركز السادس. كده اصبح برده مانشستر سيتي زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني بحاجه للحصول على 3 نقاط فقط في مبارياته الثلاثه الاخيره بالمسابقه للفوز باللقب للموسم الثالث، هو الاقرب يعني طبعاً. واعتقد ده هيكون المره الثالثه على التوالي. يعني دون النظر بقى للقاء ارسنال او لقائي ارسنال المتبقين في المسابقه، هو بلغه الارقام كده الاقرب، فيعني بس يستحقوها كريم برده طبعا احنا في بدايه الموسم قلنا ارسنال وارسنال كان مقدم موسم اكثر من رائع، وخساره ان هم الدروب اللي حصل ده، بس مان سيتي برده مان سيتي يعني ما يعني بغض النظر عن هالاند بس برضو لا فرقة تقيلة لما ده لوحده جيب 36 هدف يعني متوقع ايه؟ طبعا لازم تبقى منافسة على اشدها ما بين مانشستر سيتي وارسنال، وكلها يعني ايه يعني الايام اللي جايه هتجاوب بقى على السؤال هل الموضوع اتحسن بالفعل ولا لسه في الكلام كلام. بالمناسبه برضو مصطفى محمد يعني لاعبنا المصري المحترف في الدوري الفرنسي كان ليه وقعه كده عايزين نعرفها لحضراتكم. امبارح رفض مصطفى محمد نجم نانت انه يشارك في مباراه فريقه امام تولوز، وطبعا من ضمن منافسات الجوله 35. ليه بقى حصل الكلام ده؟ بسبب انه رفض يرتدي شاره دعم المثليين. وفقا لصحيفه ليكيب الفرنسيه رفض مصطفى انه يشارك بسبب الزام كل اللاعبين بحمل شاره دعم المثليين بناء طبعا على تعليمات الاتحاد الفرنسي لكره القدم، ورفض حتى انه يذهب للملعب وظل في الفندق. كمان ما كانش لوحده الحقيقه، في 4 لعيبه تانيين رفضوا من فريق تولوز لان هم يخوضوا هذه المباراه لنفس السبب، منهم بالمناسبه لاعب مغربي اعتراضا منهم على دعم المثليين.
بالمناسبة فريق نانت موجود في المركز ال 17 حاليا برصيد 32 نقطة، بينما يأتي تولوز في المركز ال 13 وعنده 42 نقطة. فأكيد النوع ده من الأحداث برضو بتثير جدل عادة في الصحف الرياضية الأوروبية، وبيبقى فيه مساحة للاختلاف حولها في وجهات النظر. طبعا يعني هو كان كمان ليه يقول ووضح ده من خلال تعليقه على وسائل التواصل الاجتماعية، وبيقول أنه بيحترم بطبيعة الحال كل المعتقدات وكل الآراء، بس زي ما هو بيعتمد معتقدات الغير لازم الغير هو كمان يعني يحترم معتقداته، ودي كانت وجهة نظره اللي بناء عليها خد الخطوة دي. أنا هون شوف اقول لك على حاجه، الملف ده ملف شائك يعني، وبقالنا سنتين كده او سنه بنتكلم فيه ومستغربين، والعالم كله تحس ان هو في حاجه عالميه بتفرضها علينا طبعاً. تاني هنرجع نقول طبعاً. مش قصتنا ومش موضوعنا نناقشه دلوقتي ابدا، لكن بما ان احنا معانا خبر له علاقه فانا بشجع جدا متضامنه جدا وشايفه ان هو عمل الصح طبعاً. لان في نفس الوقت انا لو حضرتك مقتنع بحاجه انت حر، يعني انت مقتنع بحاجه انت بتدعم فئه معينه انت حر، لكن ما تفرضهاش عليا، لان اللي انت بتدعمه مش شرط انا اكون بدعمه، فما تفرضهاش عليا. يعني ما عنديش مشكله اللي يدعمه، انتوا حرين رغم ان احنا نختلف، لكن انت بقى ما تفرضش ده على، ما يبقاش في فكر عالمي يا كريم بالفرد، لا مش هنقبل ده يعني. انتوا حرين بس احنا مش هنقبل ده، فيعني فاهم قصدي؟ التوجه العالمي ده ماشي في سكتين، سكه فرد كما هو الحال في فرق الرياضه المختلفه والزام اللاعبين بان هم يرتدوا الشعر، ده جزء اللي فيه شبهه فرد، لكن بعيدا بقى عن التفصيله دي، لا في توجه ملحوظ عالمي ومدسوس، عارفه زي نظام السم في العسل زي ما بيتقال، وعلى كل الاصعده فنيا واعلاميا ورياضيا، لا في توجه عالمي شديد. صعب جدا طبعا. وانا فاكره طبعا وقت كاس العالم ومنتخب المانيا اللي حصل، والصحفي اللي طلع في اللقاء كان بيقول لك اللعيبه ده كان تصريح، واحنا قلناه على فكره قبل كده لما كان بيطالب اللعيبه ان هم يبوسوا بعض قبل ما يبتدوا الماتش علشان دعما، لانه ما ينفعش في قطر يلبسوا شاره المثليين، يعني حاجه وصلتي لمرحله ان اكبر كيان على مستوى العالم وعبر التاريخ في انتاج المواد الترفيهيه والكرتونيه للاطفال صرح وش كده، قال لك ما معناه بالبلدي كده، اعملوا حسابكم ان الكرتون المعتاد بتاع زمان هيبقى فيه تغييرات كبيره الفتره اللي جايه، وهيبقى فيه تغييرات في هويه الكاركترز اللي طول عمرنا بنحبها. مستنيه ايه اكتر حاجة من كده؟ صعبة. هنرجع نقول تاني، انت حر في العالم، كل واحد حر، انت حر يعني اقتنع باللي انت عايزه، اؤمن باللي انت عايزه، لكن ما تفرضوش على غيرك، لان غيرك مش لازم يقتنع بيه، ولو حتى انت مقتنع مليون في الميه دي حاجه ترجع لك انت حر، لكن احنا او غيرنا او هو ايفر مش عايز يقتنع بده هو حر برضه، يعني لك الحريه. اصل هي بيتكلموا منطق الحريه، هي الحريه ان حضرتك تفرضه على غيرك، الحريه انك اللي عايزه اوكي انت حر، لكن ما تفرضوش بقى على غيرك. هو ده بقى او هي دي المعادله اللي عمركم ما هتوصلوا لها، الناس اللي هي بتفكر بهذا الشكل. يعني خلينا نروح فاصل، لان الكلام ده يعصب الصراحه، الملف ده معصبني. ونرجع نكمل الكلام. ونرجع نكمل. خليكم معانا. اهلا بكم مره ثانيه. الحقيقه رجال اليد يعني فريق عامل موسم استثنائي، موسم اكتر من رائع، وبصراحه النادي الاهلي في كل الالعاب هذا الموسم محقق لغايه النهارده اكتر من 15 بطوله، لكن هنتكلم شويه باستفاضه وبتركيز عن فرق اليد في النادي الاهلي سواء رجال او سيدات نظرا لمنافساتهم القويه الحاليه في كاس الكؤوس الافريقيه. هنتكلم في كل هذه التفاصيل مع ضيفنا اللي منورنا كابتن سامح لبيب، نجم النادي الاهلي السابق لكره اليد وكمان مدير فني ناشئات يد النادي الاهلي. يا صباح الفل عليك، اهلا بحضرتك ومليون مبروك الشغل العظيم اللي حاصل. ربنا يخليك، ربنا يخليك، الف مبروك. اهلا كابتن سامح، منورنا والله. ممكن نبدا قبل ما نخش في التفاصيل طبعا والنجاحات المحققه دلوقتي على الارض، ممكن نخش نرجع شويه بالذاكره زمان وايام حضرتك طبعا، و فكرة برضو الفوارق الموجودة بين زمان ودلوقتي في كرة اليد تحديدا. بص انا اقول لحضرتك، هو زمان احنا كنا مسيطرين على كرة اليد بالذات الفرق البنات، لان احنا كان الفرق اللي عندنا كنا اقوى لعيبة في مصر وما كانش فيه منافسات. دلوقتي بقت العملية قريبة بيننا وبين الفرق التانية، بقت العملية قريبة، فابتدينا السنة دي بدعم طبعا مجلس ادارة ودعم نشاط رياضي تاني نقف على رجلينا تاني، والسنه دي الحمد لله احنا في البنات محققين كل البطولات، دوري وكاس وداخلين في بطوله افريقيا اهو، ماشيين كويس الحمد لله يعني. طب دي حاجات ما بتتحققش لا بالصدفه ولا بالاستسهال، وراها اكيد كواليس، وراها شغل، وراها فكر ممنهج، وراها تذليل لكل العقبات. عايزين ناخد فكره كده بسيطه من حضرتك عن خلفيه هذه الانتصارات. بص يا كريم، طبعا هي الناس بتشوف الاحتفال في الاخر،
ماشي، لكن احنا طول الموسم بقى لنا 8 9 شهور لا في شغل جامد وفي اعداد جامد، وبصراحه النادي موفر لكل الاجهزه بالذات من قطاع الناشئات اللي انا المفروض انا مسؤول عنه. أيوة. عندنا مدربه احمال، عندنا اعداد نفسي، عندنا مدربين على اعلى مستوى. فالسنه دي ابتدينا خطوه ان احنا نحقق فيها البطولات. السنه اللي فاتت كنا واخدين 3 بطولات في قطاع الناشئات، السنه دي الحمد لله واخدين 6 بطولات وماشيين في 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 اتجاه كويس، واتجاه النشاط الرياضي ومجلس اداره النادي الاهلي ان احنا هنبتدي ندعم فرق الناشئات. الاختيار بيتم على اساس ان انا ده هينفعني في الدرجه الاولى ولا لا، مش انا بجيب عشان ادعم فرقه. طب. لا انا بجيب عشان ادعم النادي في الدرجه الاولى عشان بعد كده ما يبقاش عندنا رؤيه إن... مستقبليه بس كده. ان انا ما اشتريش بعد كده، ما عندي بطلع من قطاع الناشئات. طيب يعني برضو كابتن سامح خلينا نروح مع حضرتك برضو لتفاصيل، لان انا برضو لما باجي اتكلم عن رياضه ما بحب ارجع، لان طالما معانا نجم سابق فيها بحب ارجع شويه للفوارق كمان الفنيه. يعني اتكلمت مع حضرتك في الفوارق في العموم، بس فنيا ازاي في تطوير حصل في هذه الرياضه؟ انا عارفه كمان زمان ما كانش في احتراف، دلوقتي سمحوا بالاحتراف، الخبرات الاجنبيه جت ضافت الى حد كبير، فكره برضو الاعتماد على الناشئين والناشئات عندنا في النادي اضافت بشكل كبير جدا. فخلينا نروح للنقاط دي لانها مهمه جدا. هي طبعا زي ما قلت دي النقاط دي مهمة، ان احنا السنة دي عندنا 4 لاعبات من فريق 2004 بيلعبوا مع الدرجة الأولى في بطولة أفريقيا، زائد ان المحترفة اللي احنا جبناها السنة دي ادت فرق أو ادت بقت بجنب البنات، بقى في سرعة في اللعب، بقى في تطور للبنات الصغارين. فاحنا دايما ماشيين في اتجاه ان احنا بندعم الفرق الكبيرة بالفرق الصغيرة. يعني عندنا فرق 2006 مثلا اللي هي تحت المرتبط، عندنا منهم 4 5 لعيبة في منتخب 2004 المنتخب الأعلى وبيتضموا للدرجه الاولى. كويس. فاحنا الحمد لله ماشيين بالسياسه ان هم مستواهم يسمح بكده. ما ده اللي احنا بنتجه اليه، ان دايما من اللي تحت يطلع فوق. فكره حسم السوبر الافريقي مبكرا وقبل حتى انطلاق فعاليات كاس الكؤوس، الى اي درجه هذا الامر ممكن يعتبر حافز كبير؟ بص هو طبعا احنا بطوله السوبر كانت اهلي وزمالك، نهائي افريقيا هيبقى اهلي وزمالك برضه، فاهم؟ فماتشات الاهلي والزمالك دايما في الملعب. احنا الحمد لله السنه دي كل الرياضات الحقيقه فدايما الماتش بيبقى في الملعب، مالناش دعوه ده مستوى اعلى ده مستوى اقل. أيوه. ماتش اهلي وزمالك في الملعب. بس احنا الحمد لله فرقه الاهلي السنه دي عاملين شغل كويس، واحنا شايفين المدرب عامل فرقتين. يعني انت لو الناس بتلاحظ بتنزل بفرقه بعديها بربع ساعه بتلاقي فرقه ثانيه بتلعب، والاثنين في نفس المستوى. يعني عندك اللعيب اللي في الملعب زي اللعيب اللي بره، وكلهم اعمار صغيره، فده بيدي امل للنادي الاهلي. ده ولا ايه؟ اما ده فكر اسباني، نفس القصه في الباسكت. يعني اوجستي بتاع الباسكت نفس القصه، كله اعمار صغيره وعامل فرقتين وكله زي بعضه. فده الحمد لله النادي ماشي في اتجاه ان قدام شويه ما ان شاء الله ما حدش هيبقى واقف قدامنا باذن الله. باذن الله ان شاء الله. طب نروح لكاس الكؤوس الافريقي وماتش سبورتنج بقى، يعني بتشوف ايه ان شاء الله مجريات المباراه كمان كانت؟ بص هو ماتش سبورتنج زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، ان احنا اللعيبه عندها ثقه في نفسها، اللعيبه كسبانه بطولات السنه دي كلها، فاللعيبه بقت بتلعب على قد الماتش. يعني اللعيبه فرقوا 6 7 تجوان، الفرق اقل بقى 2 3، قاموا مرجعين الفرق تاني 4. بس سبورتنج برضو قوي، فرقه جامده طبعا. لا فرقه جامده عندنا كده. سبورتنج عندنا الزمالك، فرق من الفرق التقيله اللي تعمل لها حساب. بس انا بقول ان فرقه الاهلي بقى عندها ثقه، خلاص بقى عندها ثقه ان هي في اي وقت تعرف ترجع، وده ما كانش موجود قبل كده. الروح دي ما كانتش موجوده قبل كده، بقت موجوده السنه دي، وده نتيجتها ان احنا حصدنا كل البطولات السنه دي الحمد لله. وفرصنا سوري اتفضل. لا انا كنت بس عايز اروح يعني فرص الاهلي بعد كمان امبارح ان شاء الله للفوز بالبطوله تقريبا كام في الميه من وجهه نظرك؟ يعني هو اللي انا شايفه دلوقتي واللي ماشي عليه طول الموسم النادي الاهلي ان فرصته 70-80% ان شاء الله. يعني دي نقطه مهمه ان شاء الله، يعني باذن الله. باذن الله. طيب السيدات عاملين انجازات زي الفل، دوري ماشي، كاس شغال، وحاليا منافسه قويه جدا في كاس الكؤوس، فبرضو اكيد الكلام ده ما جاش من فراغ. نفس الكلام اللي احنا قلناه، ان الفرقه دي طبعا الكابتن محمد عادل كان اول الموسم ابتدى ماسك الفرقه، على ما ابتدى يعمل الشغل وعلى ما ابتدى اللعيبه تفهم طريقه تفكيره او طريقه اللعب اللي هو عايزها ابتدت تاخد وقت شويه. الحمد لله على اخر الموسم في البطولات اللي هي المجمعات ابتدت الفرقه تستوعب الكلام دوت. خدنا الدوري، خدنا الكاس، شايفين الفرقه في افريقيا. هي الناس طبعا يعني بتطلب من الفرقه اكبر من امكانياتها. احنا في افريقيا يا جماعه عشان الناس تبقى فاهمه، في فرقتين جامدين قوي اللي هم بترو واول اغسطس، دول ابطال افريقيا على مدى التاريخ. ماشي، احنا طالعين مع الفرقه دي فرق 7 8 تجوان، الفرقه دي كانت بتدينا 10 15 جون من سنتين ثلاثه.
فالحمد لله احنا كان شكلنا كويس في الملعب وماشيين معاهم ند بند، فدي حاجه كويسه بالنسبه لنا ودي خطوه ايجابيه لقدام. فان شاء الله فريق السيدات جاي يعني الناس ما تقلقش عليه. طب احنا بنتكلم محليا، بنتكلم افريقيا، عربيا، عالميا، احنا وضعنا ايه بقى؟ هو ايه بصي... ايه البصه دي؟ نظره كلها شجن. ايه البصه دي يا كابتن سامي؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا لو ندي بنات نفس الدعم اللي احنا بنديه للولاد. الله، يعني احنا ما بنديش نفس الدعم؟ لا احنا بصراحه ما نبقاش ليه ده مش حاصل؟ لان هي ما فيش ثقه ان البنات دي هتعمل نتائج على المستوى العالمي. هم بيحققوا انجازات اكتر اصلا. دي القصه في كده، ان انت ادي للبنات دي سنتين ثلاثه اربعه دعم زي اللي بتديه للولاد، لا هتلاقي نتائج، يعني هتلاقي، لان احنا عندنا اجيال، لا عندنا اجيال كويسه وممكن تديك قدام ان شاء الله في المستقبل لو دعمه. بس هو لما كانش فيه برضو على الاقل شيء من الدعم المطلوب ما كانوش حققوا الانجازات دي كلها. ده احنا قاعدين بنتكلم في تفاصيل النجاحات اللي هم بيعملوها. ما انا استاذ كريم، انت بتدعم نادي، انا ما بتكلمش على نادي، انا بتكلم على المنتخبات. المنتخبات يعني أوكي. المنتخبات عندنا اللي هي منتخب مصر، اللي هي امل لعيبه النادي ان انا اخش منتخب مصر. صحيح، فاهم ازاي؟ الاتحاد بقى يقول الاتحاد بيدعم الناشئين، يعني بيدعم الناشئين وعندنا اجيال في الناشئين كويس وعامله نتائج كويسه، فخلاص بقى اكون من الناشئين دول ان تبقى عندك فرقه درجه اولى وتدعمها، ادعمها ما تقلقش. يعني احنا الحمد لله، انا الواحد بقى له 30 سنه في البلد. هل كلام حضرتك فيه اشاره ما لوجود نقص في الدعم اللي جاي من الاتحاد واللي المفروض يكون اعلى مما هو عليه؟ لا مش 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 فكره نقص، فكره ان انت الدرجه الاولى انت ما عندكش دعم كافي للدرجه الاولى، يعني ادي للفرقه دي احتكاك كافي، اقفل عليهم شويه، ما تستعجلش عليهم، الفرقه دي هتديك نتائج. لكن المشكله ان احنا مستعجلين، يعني عملنا فرقه السنه دي عايزين ناخد بيها بطولات، لا ما حدش بيعمل كده. يعني سيب فرقه تشتغل اربع خمس سنين وادعمها ماشي، وعندنا الاجيال اللي هي هتنفذ الكلام دوت، وعندنا مدربين ينفذوا الكلام ده، بس اديهم الفرصه، بس هو ده اللي احنا بنطلبه يعني. طيب بعد ما نحصل على الفرصه، بما حضرتك ذكرت، لو انا بتكلم عن عالميا ذكرت السيدات، يعني هم اللي عندنا امل فيهم اكبر، نقدر نقول يقدروا ان هم يوصلوا بشكل اكبر. طيب مع الدعم اللي حضرتك بتقوله لو هو موجود للمنتخبات، هل نقدر ننافس ولا احنا لسه بعاد مع فكره هنا التنافسيه العالميه؟ لا احنا نقدر ننافس، لان احنا عندنا في الناشئين بننافس، فاحنا لو خدنا الدعم مع عندنا اثنين محترفين بره، عندنا اثنين لاعبات محترفين، لو ضمينا دول مع اللاعبات الناشئين اللي طالعين، عندنا اجيال كويسه وخامات كويسه، لا ان شاء الله هيبقى عندنا امل ان احنا ننافس باذن الله. احنا عالميا احنا ايه رقمنا كام؟ لا عالميا احنا بعيد كمنتخبات، احنا بعيد، احنا بعيد قوي يعني. احنا بعيد قوي للاسف يعني. يعني ده مش حلو، ده مع ان انت بتتكلم على مستوى الانديه وتحديدا النادي الاهلي واصل كويس، والمنتخب المفروض هو مين لي كل المنتخبات، يعني في الرياضات المختلفه الاكثريه من لعيبه النادي الاهلي يعني، بس ليه انا طيب ما عنديش دعم اكبر من نوادي كمان؟ يعني ما ده غريب، يعني انا متالق في نادي الاهلي، طب في المنتخب ليه ما فيش ده؟ ما هي الفكره برضو احنا بنتكلم على الاحتكاك، يعني لو الناس لو هترجع للمنتخبات الولاد احنا عدينا، عشان احنا قعدنا فتره شهرين ثلاثه اربعه خمسه سنه اتنين بنحتك باوروبا بره كتير وبنطلع معسكرات كتير. طب ما دي خطه بقى زي ما كريم بيقول اتحادات وغيره. هي قصه اتحادات مش انديه، يعني قصه الاتحاد لازم يبقى واقف ورا فرقه يدعمها، زي فرقه انجولا مثلا. انجولا ما هي بتلعب، انجولا بطل افريقيا طول عمرها وبتلعب على مستوى العالم، ليه؟ الاتحاد الدولي مدعم انجولا تدعيم كامل وواقف وراها، وبتسافر وتلعب وتعمل الكلام ده كله. اي اتحاد في الدنيا لاي رياضه في الدنيا بطبيعه الحال بينشد النجاح، وعايز يبقى الاتحاد ده يعني محور اهتمام ومحطه انظار ناس كتير وكيانات كتير في دنيا الرياضه. عندنا اتحاد عنده مقومات ممتازه، زي ما كانت نواند بتقول لحضرتك من شويه، من قديم الازل قوام اي منتخب في اي رياضه غالبا هتلاقي نادي الاهلي رقم واحد ثم بقيه النوادي الثانيه، فانت عندك قماشه زي الفل، والقماشه دي على صعيد النادي عامله شغل محلي وحتى قاري زي الفل، يعني اللي ناقص زقه. ما احنا بقى مستنيين الزقه، يعني مستنيين الناس ان احنا شويه بس يعني اهتموا بالبنات شويه زياده، هم مهتمين بالناشئين ماشي بالناشئات يعني. لا اهتموا شويه بان الناشئات دول يبقى عندهم امل في الدرجه الاولى، عند لاعيبه الدرجه الاولى او لاعيبه الدرجه الاولى ما هتلعب، بس ما عندهاش امل، هي هتلعب ليه؟ ايه هدفها؟ يعني فاهم ازاي؟ لازم يبقى عندي منتخب مكون ومدعوم ماشي، عشان اللعيبه دي يبقى عندها هدف في الاخر. بالظبط. طب برضو تعالى نرجع على مستوى النادي بقى ونتكلم عن النادي الاهلي. الحقيقه في الفتره الاخيره كل مره بنتكلم فيها على اي انجاز بيتحقق، وبالذات في دنيا رياضات الصالات المختلفه، لازم ايا كان الضيف اللي مشرفنا ومنورنا لازم بيتكلم عن دور كابتن خالد العوض.
في هذا الاطار، فحضرتك تقول لنا ايه برضو في النقطه دي؟ بص دور خالد العوضي، ان طبعا انا شفتي في خالد مجروحا، لان خالد احنا اصحاب من زمان وتاريخ مع بعض، لكن انا عارف طبيعه شخصيه خالد. خالد في اي حته بيموت نفسه عشان ينجح. وخالد اللي الناس ما تعرفوش، خالد العوضي ممكن ما يكونش بيروح بيته، خالد بيقعد في النادي لغايه الساعه 3 و4 الصبح. ماشي، كل ده ليه؟ عشان يعمل اللي احنا شايفينه دلوقتي. برضو انا بقول ان الناس بتشوف انجازات اللي ورا الكلام ده كله، لا في شغل من النشاط الرياضي، في شغل تدعيم من مجلس اداره، شغل من الاجهزه، شغل من رؤساء الاجهزه قطاعات، لا في شغل جامد السنه دي في النادي الاهلي، وده كان نتيجته ان احنا شايفين البطولات اللي بتتحقق السنه دي. طيب هروح مع حضرتك برضو لقصه ليه علاقه شويه بكلامنا، لان في الاول وفي الاخر احنا نعتبر جماهير انا وكريم، بس حضرتك من الناس اللي في الموضوع، الاتحاد من الناس المعنيه او الكيانات المعنيه، فلما باجي اقول انا نفسي اكون عالميا موجود، المنتخب بتاعي يقوى، ده بيبقى ديسيجن ميكرز اللي حضراتكم، ايه الخطوات اللي هتم اتخاذها، ولا احنا بس بنعمل مطالب او احنا بنقول يا ريت؟ يعني لازم على الارض يكون في حاجه بتتم. ما هو انا الخطوات اللي بعملها على قد امكانياتي كنادي، ان انا بطلع لك لعيبه منتخب كويس. يعني انا قلت لحضرتك انا عندي بطلع من 2006 مثلا خمس ست لعيبه بيلعبوا في 2004، بطلع من 2004 اربع خمس لعيبه بيلعبوا في الدرجه الاولى كويس. خلاص ده انا النادي عملت دوري. انت بقى كاتحاد دورك ان انت تلم بقى الليله دي كلها وتفضل وراها، مدربين كويسين، تنقلهم اجهزه كويسه، تبتدي تديهم دعم ان الناس دي تسافر وتلعب وتحتك عشان يدولك. والاتحاد مع اختلاف الاسماء فيه على مدار الانتخابات المختلفه نفس الفكر بنفس الاداء؟ بص هو الاتحاد عامه يعني السنه دي ابتدى يدعم شويه، بس مش بالتدعيم، التدعيم اللي هو ايه؟ ان انا عندي فرق. لا مش التدعيم اللي انا عايز انافس. اوكي. يعني هو بيدعم انا كشكل، عندي فرقه منتخب مصر درجه اولى، عندي ناشئين، عندي شابات ده. لكن تبص الناحيه الثانيه على الاولاد، لا الاولاد بتسافر وتحتك وتلعب بحر المتوسط وتطلع تلعب بطولات في اوروبا، لا ادوا شويه من اللي بتدوه للولاد ادوه للبنات. معلش انا داخل جامد في الحته دي، لان الحته دي طول عمري بنتكلم واقع يعني. لا تمام، ده اللي كان لازم تبقى عليه الامور من قبل كده اصلا. يعني هي دي القصه، الخطوه دي اصلا متاخره، وبعدين غير ان هي متاخره هي غريبه حبتين يعني، وخصوصا في ظل تالق المصري عموما مثلا في كره اليد في الفتره الاخيره. يعني ما كناش نتوقع ان ممكن يبقى فيه مشكله في التفصيله دي. طيب تعالى نروح لكاس العالم للانديه، بلاش نتكلم عن الاتحادات، هنرجع لها تاني لو حضرتك تحب، بس بالنسبه لمشاركتنا في كاس العالم للانديه وتوقعات حضرتك فيها ايه؟ انا شايف ان ان ان, إن الفرقه في مرحله تطور عالي مع ديفيز ده المدرب الجديد. لا الفرقه مختلفه، شكل الفرقه في الملعب بقى مختلف، عندك في كل مكان 2-3 لعيبه بقوا مميزين، فدي حاجه بالنسبه لنا حاجه كويسه. طب ده تقييمنا ليهم بيننا وبين بعضينا، لكن بالمقارنه بقى بالفرق اللي هيتنافسوا معاهم في كاس العالم للانديه. بص احنا عندنا اللعيبه كلها منتخب مصر، فاللعيبه دي محتكه لنفس الكلام اللي انا هرجع له تاني اللي انا كنت بقوله، فاللعيبه دي هتروح بتلعب مع فرق اوروبيه ما يبقاش فيها فرق مستوى قوي، يعني بيبقى المستوى قريب، فالماتشات كلها بتبقى في الملعب على حسب اللعيب ده موفق النهارده او مش موفق، فاهم ازاي؟ هي القصه كلها في الملعب خالص، احنا ما فيش فرق بيننا وبين فرق اوروبا دلوقتي خالص بالنسبه للولاد. المسافه كلها قريبه، لان انت كاهلي او زمالك بالذات يعني عندك 6-7 لعيبه من الاهلي و6-7 لعيبه من الزمالك طبعًا. فخلاص اللعيبه دي محتكه وراحت ولعبت، فمش هيبقى في فرق. منتخب قوي الحقيقه. لا احنا منتخبنا في الولاد طبعًا. لا منتخب طبعا مصنف. طيب فنيا لو هنتكلم شويه كابتن سامح، احنا كنا بنشوف واحنا ذكرنا النقطه دي في بدايه الفقره يعني سريعا، بس عايزين نركز عليها اكتر. كنا بنشوف ان احنا اللعب الستايل بتاعنا احنا بنبقى بنفوز، بعد كده الدقائق الاولى عفوا الاخيره هي اللي بيحصل فيها للاسف القلب بقى في الماتش او المباراه بتنقلب مش لصالحنا، بنبتدي ان احنا ما نحافظش على المستوى وبنخسر في الدقائق الاخيره. طب ليه ده بيحصل؟ يعني هل هي بتبقى ثقه ان انا خلاص خلصت انا كده المباراه خلاص انا ضامنها؟ يعني ليه ده كان متكرر في كذا مباراه؟ ما دي الثقافه، ان انا عندي بفرح ان انا بكسب ماشي خلاص، ببقى ركبت الماتش بلغه الهاندبول، فالفرقه اللي قدامي لا او السكور قريب، انا بركب الماتش بركبه 10 12 13 جول يبقى ركبت الماتش، لكن طول ما انا ماشي 3 4 5 جوان اخر 5 دقائق او 7 دقائق لفرقه، لو فرقه تقيله هترجع تاني. طب هي دي مشكلتنا، بس احنا ابتدينا نتدارك بقى الكلام ده دلوقتي،
يعني دلوقتي ابتدينا نتدارك، هي بتبقى ثقه زياده شويه عند اللعيبه، فاهم ازاي؟ فلما الثقه تبقى زياده بتعمل لنا دروب ان انت بتوصل بالزبط. بعد كده بنقوم نازلين للاسف. واحنا عندنا برضه مشكله ان احنا لو الفرقه اتعادلت معانا مثلا واحنا كسبانين او كسبتنا جون بنقوم عاملين كده ما بنطلعش تاني، فالفرقه عشان كده بتعدينا. بس الحمد لله احنا ابتدينا نتدارك الموضوع ده الايام اللي فاتت دي. الاحتراف واخد حيز قد ايه في العاب الصالات عندنا بشكل عام؟ انا مش بتكلم بس على كره اليد، بتكلم على فكره الاحتراف عموما في هاندبول وفي يد وفولي بول. عندنا في الهاندبول عندنا يعني الموضوع ده لما ابتدى يتفتح شويه من ايام الدكتور حسن مصطفى ابتدى يبقى عندنا منتخب، ابتدينا ننافس يعني علي زين، الدرع، هاشم، الناس سند، الناس دي كلها ادتنا تقل كمنتخب، ونفس اللعيبه دي لما بتيجي بالثقافه بتاعتها اللي بره وحصدوا اشادات عالميه كمان. طبعا. وبعدين لما بتيجي بثقافتها بتخش في وسط لعيبه المنتخب، بتعلي ثقافه لعيبه المنتخب، فالموضوع ده بيفرق كتير. واتمنى ان هو يبقى باستمرار، ان هو يتفتح الموضوع ده شويه عشان نفيد منتخب مصر. طب هو مش مفتوح بما يكفي ليه؟ ما برضو مش قد ايه بالنسبه تبقى الانديه بقى قافله او قصه، بس انا يعني قصه هو مش من مصلحه اي نادي ان ابناء النادي يتم صقلهم في دوريات قويه ويرجعوا بعد فتره انتدابهم او فتره احترافهم في الخارج، يرجعوا يعني يبقى لهم ايادي بيضاء على الفريق بعد كده. ما هو دي بالنسبه للعرض والطلب بقى، يعني هو اللعيبه ده هيطلب ولا مش هيطلب؟ يعني عندنا الدرع مثلا يحيى وسيف طلعوا، عندنا علي زين طلع، عندنا يعني لا انا بتمنى ان اي حد بيجي له فرصه ما نبصش للماديات قوي، يعني خلي اللعيب ده يطلع والماديات هتيجي بعدين، بس خلي اللعيب يطلع هيحتاج افاده لمنتخب مصر. حتى سعره هيزيد بعد كده. سعره هيزيد بعد كده، الماديات هتيجي. طيب بصوا يا كابتن سامح، هو الوقت تقريبا انتهى يعني، لكن اكيد حابين انا وكريم قبل ما الوقت او الحلقه او الفقره تخلص نسمع من حضرتك برضو، يعني حضرتك عندك خبره كبيره وكلاعب سابق اكيد بيبقى فيه برضو نظره مختلفه. زي ما اقول كده نقاط معينه احنا محتاجين نشتغل عليها علشان نقدر نقول ان احنا عالميا هننافس شويه، بما ان احنا بعيد قوي، انا ما اعرفش احنا الرانكينج بتاعنا كام ومش عايز اعرفه الصراحه، في حاجات لما بتتعرف بتزعل. واضح انه بيصر في الرقم. يعني في حاجات فعلا ما تعرفها تزعل، فمش عايزين نعرف، بس واضح ان احنا بعيد قوي زي ما حضرتك بتقول، ونفسنا ان احنا نكون على الخريطه اكيد عالميا في اي رياضه. يعني بنتكلم اكيد في الاول وفي الاخر انت نفسك تكون بتنافس فيها عالميا. في رياضات في مصر قدرنا ان احنا ننجح ان احنا نحط نفسنا على الخريطه بصوره كمان محترمه، وفي رياضات ثانيه احنا لسه بعيد قوي. ايه اللي مطلوب مننا كشخص له خبره كبيره في هذه الرياضه علشان نقدر نقول عالميا احنا اهو موجودين او في الطريق؟ انا بطلب من الاتحاد ان هو يهتم ويدي فرصه لاحتكاك فرق البنات بصوره كافيه، يعني احنا بنلعب وبنحتك بس على قد البطولات، لا اهتموا شويه بالبنات، عندنا خامات كويسه في كل الاعمار السنيه الصغيره، بس عايزين اهتمام وعايزين نديهم فرصه للاحتكاك، يعني اقفلوا شويه على فرق البنات هتلاقوا منهم نتيجه وما تقلقوش. يعني انا بقالي فتره كبيره شغال في القصه في المجال ده، فانا بقول ان انتم ما تقلقوش، ادوا بس البنات فرصه وادوهم احتكاك واهتموا بيهم ان شاء الله يحصل قريب ويؤتي ثماره كمان قريب ان شاء الله. شكرا لحضرتك نورتنا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. شكرا مسيا، شكرا ليك كابتن سامح. شكرا جدا. هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل علشان الفقره الحواريه الاخرى، وهنتكلم بقى والاخيره كمان نتكلم فيها بقى عن كل الملفات الخاصه بكره القدم، تحديدا اكيد ماتش الاهلي والترجي. فاصل ونرجع. كلامنا مش هينتهي لغايه يوم المباراه، وكمان بعد ما المباراه تنتهي اكيد هنحلل ونفسر ونشوف الكواليس، بس طبعا ماتش مهم جدا الاهلي والترجي والاستعدادات لهذا هذا الاياب المنتظر، وكمان الاستعداد النفسي اللي اتكلمنا عنه في الفتره اللي فاتت اللي ظاهر بشكل كبير على الملعب، والاداء بالتالي تحسن يعني بالتبعيه. شفنا برضو ايه فكره هنا ان اللاعب والروح بتعود مره تانية، لكن من اول المباراه لاخر المباراه ما بقتش تشوف لاعب تعب، لاعب مش بيأدي الافضل، لاعب متخاذل، ما فيش الكلام ده خالص، بالعكس شفت قوة من أول دقيقة للمباراة حتى آخر دقيقة، شفت كمان تألق كبير جدا لمحمد الشناوي تحديدا، اللي محتاجين كمان نفسر أو نتكلم في تفاصيل هذا التألق اللي بقاله أكثر من 10 مباريات خلينا نقول ورا بعض بجد، فحاجة جميلة. خلينا نتكلم في تفاصيل أكثر مع كابتن إيهاب جلال نجم الأهلي السابق. كابتن إيهاب يعني مش عارفة في إيه، كابتن إيهاب كابتن إيهاب كنت أقول كابتن جلال يعني واحد يعني لا واحد ما ممكن يقول
لي سري برد والله حتى صباح الفل. صباح الخير يا عماد. منور الدنيا. صباح العسل. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. كله تمام. طبعا نظرا لوجود حضرتك معانا ملهاش حل، لازم نبتدي كلامنا ونستهل بتقييم الشناوي، وخصوصا زي ما نهاوند كانت بتقول في تألق ملحوظ في الفتره الاخيره، في تصديات لكور المفروض المنطق يقول ان هي هتدخل جول، لكن في حال وجود الشناوي ما ينفعش تدخل جول، وزي ما حصلت في انفرادين مثلا في ماتش بيراميدز. بس احنا مش هنتكلم على ماتش بعينه قد ما بنتكلم على في الفتره الاخيره، رؤيتك وتقييمك لاداء الشناوي عامل ازاي؟ طبعا بحييكم طبعا وبشكركم جدا، انا وسعيد معاكم جدا. نور. قبل ما نتكلم بس نبارك لسيدات السله. حاجه محترمه حاجه صراحة جميله جدا. حاجه محترمه جدا، حاجه رائعه جدا، وده طبعا النادي الاهلي معودنا على كده، سيدات انسات رجال كله يعني بصراحه شيء رائع، لان المنظومه كلها على بعضها محترمه جدا، في نظام ماشي عليه النادي الاهلي، فالبطولات والنجاحات بتيجي من الموقف ده يعني. فطبعا نتكلم طبعا على الشناوي. الشناوي طبعا رقم واحد في مصر، رقم واحد في النادي الاهلي طبعا، بخلاف زمايله اللي موجودين كلهم حراس مرمى جيدين جدا. انه نتكلم على الشناوي تحديدا، ان هو اللي بيلعب، هو اللي في الصوره، هو اللي في لا، وعندك كلين شيت مباريات كتيره. وعندك يعني اداء محترم زي ما كنت بقول. في تالق الشناوي رجع مره تانية، وكل ده ممكن لو حضرتك برضو تتفق او تختلف لمارسيل كولر. انا وكريم اتكلمنا في النقطه دي اكتر من مره. بص هو انت المشكله كلها ان حتى لو في اخفاقات شويه من لاعب او حارس، لازم تديله، لازم يشتغل، لازم تديله فتره، ولازم يلعب عشان يرجع لمستواه تاني. صح. ده مهم جدا. انما لو هو مثلا في مره مستواه مش كويس وقعدته، العامل النفسي بتاعه هينزل معاه جدا. طبعا. فدي عشان ترجعه تاني محتاج وقت. انما انا بحيي طبعا الناس القائمين على كره القدم، والمدير الفني والجهاز الفني كله، ان هو مش مع الشناوي بس، مع اللعيبه، مع اكتريه اللعيبه في النادي الاهلي. يعني انا عجبني جدا مباراه الترجي اللي فاتت، من اول البدايه لغايه اخر المباراه، والله ما فيها حاجه غلط، يعني كله صح، كله ماشي مظبوط. حتى التغييرات، اللي طالع مبسوط واللي نازل مبسوط، اللي نازل بيأدي واللي طلع أدى. يعني انا شفت مباراه رائعه من كل الوجوه، يعني اول مره اشوف مباراه للنادي الاهلي كده. طبعا النادي الاهلي دايما معودنا ان هو كويس جدا، انما المباراه دي تحديدا بتلعب قبل نهائي وبالشكل ده، يبقى حاجه رائعه جدا، يبقى في حاجه حصلت. ايه هي اللي حصلت؟ ان الناس دي مركزه، الناس دي كل اللعيبه مركزه، يعني من اول صفاره الحكم لغايه نهايتها اللعيبه كلها مركزه. انا اول مره اشوف كل الاربع خطوط بثلاث خطوط بحارس المرمى كلهم على اعلى مستوى، يعني ما فيش حد مقصر. يعني ممكن تلاقي في المباراه لعيب مقصر، اتنين مقصرين، او مش في حالتهم، او مش في حالتهم، او مش طبعا. مش قصدي التاثير منهم يعني مش في حالتهم. انما انا شايف والله يعني ال 11 اللي بداوا بالتغييرات كل اللعيبه كويسه جدا، يعني مباراه رائعه من كل الوجوه. نيجي للشناوي. الشناوي في الفتره الاخيره ماشي كويس جدا برضه، هو برضه بيلعب بخبره كبيره، عنده خبره كبيره جدا، عنده عدد ساعات كتير جدا من المباريات لعبها. في ممكن يكون مره مش كويس، مره يعني مش مستوى، انما الاستمراريه هي دي المهمه، الاستمراريه في اللعب هو ده المهم جدا. لما بيكون في، وانا هنا مش بتكلم على الشناوي ولا على غيره، بتكلم في المطلق بشكل عام، لما يكون في اخفاق من لاعب بينتقد، لكن لما يكون الاخفاق جاي من حارس المرمى بيتجلد. صحيح. فدي كمان في حد ذاتها اعتقد بتحتاج او بتستدعي تعامل نفسي مختلف. صحيح. مع حارس المرمى. صحيح. وخصوصا لما يكون كمان هو كابتن الفريق. بس قصدي اقول لك بشكل عام، حارس المرمى هل بيلزمه معامله خاصه من منطلق ان هو متحمل مسؤوليه اكتر بكتير من غيره من اللعيبه؟ العامل النفسي بالنسبه للاعب كره القدم مهم جدا، بالنسبه لحارس المرمى، لان حارس المرمى ده اخر خط في 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 اللعب يعني. طبعا. الخطا منه واضح جدا، يعني طبعا. الخطا منه طبعا. واضح جدا طبعا. الخطا من لاعب راس حربه او وسط ملعب يضيع كوره بتمشي وارده وبتمشي بتعدي يعني. انما حارس المرمى اخطا، الدنيا بتقوم وما بتقعدش. هي دي المشكله. فعشان كده العامل النفسي لحارس المرمى او اللاعب بالذات، كمان لما يكون لاعب كبير لازم تديله حقه وتديله
وضعه وبالذات الشناوي، لانه كابتن الفريق طبعا. متحمل مسؤوليه كابتن الفريق طبعا. وكابتن وحارس المرمى ورقم واحد في مصر، فكل دي عامل ضغط على الشناوي نفسه. انما لو ما عندوش حته العامل النفسي من المدرب ان يديها له وهو يخرج نفسه بعيد عن اي حاجه غير كره القدم، ده المهم جدا في الموضوع. المهم جدا ان العامل النفسي يكون كبير جدا بالنسبه لحارس المرمى. انت فاهمني حضرتك كريم؟ انما انا شايف الشناوي مادي بالذات، يعني عجبني جدا في ماتش بيراميدز قوي، يعني الصده اللي صدها دي لا وكان 0-0. لو الكره دي كانت دخلت كانت هتحصل مشكله كبيره وكانت المباراه ممكن تروح في حته تانية خالص. انما الصده دي هي اللي كسبت النادي الاهلي، يعني صده الشناوي. انا حتى دخلت عملت مداخله قبل كده بعد المباراه على طول، قلت صده الشناوي دي هي اللي كسبت النادي الاهلي السوبر. فمهم جدا الحارس المرمى يكسبك مباراه ويخسرك مباراه طبعا. انما انا شايف الشناوي في الفتره الاخيره زي ما انت حضرتك قلت ونهاوند قالت، ان الشناوي من الفتره الاخيره ماشي كويس جدا. يعني انا مبسوط له جدا، لان انا احب الشناوي خالص، لان انا مرنته وبعتز بيه جدا. ماشي كويس وبفرح له جدا لما يكون كويس جدا، لانه رقم واحد في مصر ده مهم جدا، انك انت تبقى رقم واحد وماشي على المستوى اللي انت شايفه، يعني المستوى اللي انت حاطه لنفسك انك انت تبقى رقم واحد، ده مهم جدا. الشناوي في الفتره الاخيره زي ما نهاوند قالت في اول الكلام 10 مباريات او 11 مباراه او 12 مباراه ماشي كويس جدا، وده مستوى رائع جدا جدا جدا. وانا بحيي المسؤولين الجهاز الفني طبعا بتاع النادي الاهلي، يعني مدرب حراس المرمى طبعا شيء رائع جدا. والشناوي كمان انا برضو يعني مش عايز اغفل برضو الشناوي، لان الشناوي برضو لو هو مش مركز مش هيبقى كويس، حتى لو طبعا. المدرب عمل معاه ايه طبعا. المهم جدا اللاعب نفسه يركز او الحارس مرمى يركز. فاللي احنا شفناه بالتركيز والشغل التمام الشغل كويس جدا مع الشناوي، هو ده اللي وصله اللي هو فيه. يعني في نقطه كمان لو تتفق معايا يا كابتن ايهاب فيها، ان الجماهير برضو في الفترات اللي مش بس الشناوي، بس هتكلم بما ان احنا بنتكلم تحديدا عن الشناوي، في الفترات اللي ما كانش فيها الافضل، كان منهك، كان مش في المستوى بتاعه اللي احنا نعرفه عليه، الجماهير برضو كان ليها دور في ان هي ما جلدتش قوي. كان في تعليقات زعلانين، كان في تعليقات اللي هم بيتساءلوا هو في الشناوي ليه مش في افضل مستوياته، لكن ما فيش حد من الجماهير كان عنده نقد لازع، بالعكس كان في دعم مستمر وكان في ثقه في محمد الشناوي، والناس كانت تكتب فيه برضو كلام كويس. فبتهيالي ده عامل برضو اضافي مع فكره هنا التركيز ومارسيل كولر والجهاز الفني والاداري. يعني الوعي بالنسبه للجماهير جماهير مهم جدا، ان انا شايفه من اعظم جماهير كره القدم في مصر هو جمهور النادي الاهلي. ما بينهارش لعيبته حتى لو في تقصير، انما او واحد مش في مستواه ما بيجلدوش زي ما هوندا قالت. انما انا عايز اقول في وعي دلوقتي، في ان انا لازم اشجع اللاعب ده حتى عشان اخد منه بعد كده، زي في اوروبا الفرقه بتبقى مغلوبه 5-6 والجماهير بتحييها، عشان هو ما بيفكرش ان هو ايه، هو بيفكر ازاي ان المباراه اللي بعديها لو انت دلوقتي العامل النفسي طبعا في المباراه دي عامل النفسي بتاع كل اللعيبه او اتغلب بيبقى نازل، يعني فانا لازم ارفع من روحه المعنويه عشان المباراه الجايه اكسب. صحيح. ده اللي بيحصل دلوقتي مع جمهور النادي الاهلي. الحقيقه على ذكر جمهور النادي الاهلي، من ضمن خصائص تميزه وتفرده واختلافه عن جماهير بقيه الفرق، يعني الى جانب كل اللي حضرتك تفضلت بيه، يكفي ان جمهور النادي الاهلي جمهور عقلاني ومنطقي حقيقة. يعني ما يزيرلكش العداد في لحظه، لا يعني في حاله مثلا عندهم ملحوظه ما تخص الشناوي، عارفين كويس قوي تاريخ الشناوي صحيح، واياديه البيضاء في ماتشات وبطولات سابقه كتير سنين طويله صحيح. فما عندهمش الحته بتاعت خلاص يردموا على الحاجه، لا يعني عقلانيين جدا. وكمان مش مع الشناوي بس، حصل مع حسين الشحات ومع بيرسي تاو يعني بيرسي تاو ما شاء الله دلوقتي هايل، محمد هاني ومحمد هاني كل اللعيبه دي الجماهير وقفت بجانبها بصراحه يعني. وانا بحيي جماهير النادي الاهلي وبحيي كل واحد منتمي للنادي الاهلي، لانه ما بيحبطش اللعيب، ده مهم جدا، مهم جدا ان ما تحبطش لعيبتك. عشان يعني مثلا انا شفت المباراه اللي فاتت بتاع الترجي، شيء رائع جدا. هتشوف المباراه الجايه ان شاء الله اللي هتبقى في القاهره، هتبقى كان الاهلي ما كسبش، يعني هتتعاد من اول وجديد لازم عشان يكسب المباراه ويخش النهائي، وده مهم جدا. وان شاء الله لما يبقى في النهائي ان شاء الله البطوله للنادي الاهلي، وده عامل اساسي من عوامل النجاح هو جمهور النادي الاهلي طبعا. واداره النادي الاهلي والجو العام اللي موجود في النادي الاهلي.
يعني انا فخور جدا ان طبعا منتمي النادي الاهلي واهلاوي ويعني قامه كبيره يا كابتن. ربنا يخليك طبعا يعني انا سعيد جدا. انا كنت مع قامات كبيره جدا زي كابتن خطيب، لعبت مع كابتن خطيب حوالي 4-5 سنين يعني انا من اكرامي ثابت شوبير يعني تاريخ كبير جدا طبعاً. بالنسبه للعيبه انا كنت منتمي للناس دي ولغايه النهارده انا منتمي بيه. الدنيا اختلفت الى اي درجه بين الايام الحلوه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي وبين الوضع الحالي اللي احنا فيه؟ هل في فروقات ملحوظه؟ فروقات في على صعيد تعامل الادارات مع الفرق، على صعيد نوعيه الجماهير، على كل الاصعده، شايف ايه اللي اتحسن وايه اللي كان زمان ليه طعم احلى؟ هو طعم زمان انا شايف من وجهه نظري احلى لان ما كانش العامل المادي موجود. كله كان بيلعب للانتماء للفرقه بحب النادي. يعني مثلا تشوف في النادي الاهلي اكتريه اللعيبه كانت موجوده في الوقت ده كلهم اولاد النادي الاهلي، يعني اثنين ثلاثه اللي جايين من بره صحيح. انما كان كل اللعيبه اللي موجوده من ابناء النادي الاهلي، كلنا كنا من عندنا 10 سنين موجودين في النادي الاهلي بنلعب مدرسه الكوره وتدرجنا لغايه ما وصلنا للدرجه الاولى. فده اللي كان حب كبير جدا. كنا مثلا نيجي من الصبح في النادي لغايه بالليل نبقى موجودين، ده مهم جدا. انما دلوقتي العامل المادي هو اللي غالب شويه بس طبعا. انما القانون بتاع النادي الاهلي موجود من ايام التتش لغايه النهارده الناس ماشيه عليه. ده مهم، ده اللي ما اتغيرش، ده اللي ما اتغيرش، ده مهم جدا. الـ يعني عايز اقول ايه، المبادئ الاساسيه، المبادئ النادي الاهلي موجوده مرسوخه من ايام التتش لغايه النهارده، دي لا يمكن تتغير. اللي التغيرات بس في عامل المادي، في اللعيبه، في اشكال اللعيبه، في وضع معين من اللعيبه. انما زمان كلنا يعني طبعا النادي، كل اللعيبه اللي منتمين طبعا النادي الاهلي بيحبوا النادي الاهلي جدا طبعا، مفيش كلام. انما عشان بس العامل المادي زاد شويه بقت الموضوع الانتماء بيبقى ايه، مش قوي زي زمان. يعني زمان كنا يعني اللي يجيب سيره النادي الاهلي ده ناكله يعني، انت فاهمني حضرتك؟ وما زال والله لغايه النهارده طبعا، بالذات كمان الجماهير تعشق النادي الاهلي، وانا بحيي طبعا جماهير النادي الاهلي. الجماهير بتدخل تدافع عننا احنا كمذيعين لو حد بس قال حاجه مثلا كومنت مش لذيذ، انا شفتها بعيني يا احنا ما بنردش. انا فاهم. لا جميل. انت عندك عيله هي اللي بترد الظهر وبيقولوا كلام حلو، يعني بصراحه حاجه محترمه جدا، حاجه محترمه جدا، شيء رائع جدا. جماهير واعيه جدا، جماهير بتحب النادي جدا جدا جدا، بتحب لعبتها جدا، بتحب ادارتها جدا. ده مهم جدا، العامل يخليك تكسب، يخليك طبعاً تنجح، ده صحيح. مهم جدا. عشان كده النادي الاهلي الحمد لله ناجح بقاله سنوات طويله جدا من ايام التتش لغايه النهارده. والعامل الجمهور مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طيب تعالى بقى نروح للماتش العوده او الاياب يوم الجمعه الجاي ان شاء الله. وزي ما حضرتك قلت من شويه وزي ما قال مستر كولر نفسه مع يعني مع نهايه المباراه اللي فاتت في المؤتمر الصحفي، قال ان احنا هنعتبر ان اللي حصل ده ما حصلش صحيح، كانه هو لقاء واحد اللي لسه هنلعبه، مش ان احنا مش قادرين نفرح وصوت يعني. معلش عايزين هو النادي الاهلي كده، مش ممكن النادي الاهلي كده ما بي يعني الالتحامات سريعه جدا، المباريات سريعه جدا، المباريات ورا بعض جدا. فانت عشان تخش المباراه الثانيه لازم تنسى المباراه اللي انت لعبتها. المباراه الثانيه بقى اللي احنا بنتكلم عليها، هل في حاجات معينه، وانا هنا مش بتكلم على حراسه المرمى، انا بتكلم بشكل عام، هل في يعني امور معينه قلقاك بالنسبه للمباراه الجايه؟ لا الترجي اللي جاي، لا بص حضرتك، هو بس ايه، عشان احنا كسبنا مكسب كويس قوي هناك، بس هي بس طبعا ما بتحصلش في النادي الاهلي كتير، ان اللعيبه تبقى مترخى يعني نازله يعني سهل المباراه بالنسبه لها. اعتقد ان مش هتبقى موجوده الموضوع ده، والجهاز الفني هيقول للعيبه الكلام ده، لان انت كسبان هناك يعني ما يصحش انك انت يحصل حاجه هنا وبتلعب في ارضك وسط جمهورك وعندك جمهور جاي. ده مهم جدا، العامل الاساسي للفريق برضو الجمهور. يعني انا شايف زي ما مستر كولر قال او انا قلت او في اول الكلام، ان المباراه انتهت خلاص، هنشوف المباراه الجايه. ده مهم جدا، عشان كده النادي الاهلي على طول بيفكر في المباراه اللي يعني احنا خلصنا المباراه بنفرح يوميها كام ساعه وبنخش بقى في المباراه الثانيه، في مود المباراه الثانيه. ده مهم جدا، والنادي الاهلي معودنا على كده واحنا كنا كده اصلا. فعشان كده ده حال النادي الاهلي، انك انت الحاجات متلاحمه جدا، الحاجات ورا بعض جدا. يعني انت هتخش تلعب ان شاء الله يوم الجمعه كمان اربع ايام ولا حاجه. فانا مش قلقان من حاجه الا من حاجه واحده بس، ان احنا لازم نكسب مكسب كويس تاني. يعني ما تقولش مثلا كسبنا 1-0 وخلاص، لا، لو في عندك فرصه انك تكسب 2 و3 و4 اكسب. ده مهم جدا، لان دي بتعمل
قلق للفرقه الثانيه اللي هتلعبها طبعا، لان انت ممكن هتلعب برضو في النهائي سان داونز يعني فرقه كويسه، سيبك ان كسبتنا قبل كده لا الكلام ده كله ده وارد في الكوره، انما انت هتلعب فرقه كويسه خصم قوي في كل الاحوال خصم قوي طبعًا. جدا والنادي الاهلي بيفكر في حته بس ما تفكرش في سان داونز غير لما تفكر اما تخلص من ماتش الترجي اللي هنا ده مهم جدا لان برضه فرقه الترجي فرقه ليها اسمه لو جايه لك جريحه برضه وعايزه تسجل أي حاجة موقف وعندهم مشاكل والمدير صحيح. الفني يعني ما هي نقطه حدود. المدير الفني دي نقطه ثانيه كنت عايزه اتكلم فيها بغض النظر طبعا عن الثلاثيه اللي هم تلقوها لكن الذبذبه اللي بتكون في الاداره دي مش افضل حاجه خصوصا انت عندك ماتش مهم فالناس متوقعه ان الاداء هيكون سيء جدا من قبل الترجي كمان كابتن نبيل معلول لما هيكون مش موجود مع التذبذب اللي حصل بالمناسبه قبل ما نخش في التفاصيل حضرتك مع الاستقاله دي ولا لا؟ في الوقت ده لا يعني المفروض يعني بعد ما المباراتين تخلص خلاص ممكن تعمل اللي انت عايز تعمله انما يعني عندك مباراه ثانيه طب مين اللي هيحضر المباراه الثانيه؟ مين اللي هل هو كان مضطر للاستقاله يعني فرضت عليه؟ الوضع كان وحش يعني بص يا نهاوند المباراه بالنسبه لي الترجي كان مش حلوه تلعب في ارضك وعندك مشكله في الجماهير عندك مشكله في الاداره فطبعا الراجل برضو اسم المفروض ان هو اسم كبير طبعا. قال لك ان انا اشيل الحرج عن الناس وامشي يعني بس انا من وجهه نظري انا يعني في الوقت ده ما ينفعش ما كانش ده الوقت ما كانش ده الوقت طب خلينا بعد اذنك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام اتفضل يا اهلا بكم مره ثانيه رجعنا عشان نكمل دردشتنا الحلوه مع ضيفنا العزيز اللي منورنا كابتن ايهاب جلال نجم النادي الاهلي السابق وقفنا في الكلام كنا بنتكلم على ماتش الترجي وكنا بنتكلم كمان عن كابتن نبيل معلول واللقطه الحزينه للناس كتير حتى على فكره من جماهير النادي الاهلي بالمناسبه في جماهير من النادي الاهلي بعتوا رسائل لكابتن معلول بعد ما شافوا له الصوره اللي هو قاعد فيها في شبه انكسار قالوا له ارفع راسك يعني ودي برضو كانت لفته لطيفه الحقيقه من جماهير النادي الاهلي. زي ما قلنا كريم جماهير النادي الاهلي واعيه جدا، جماهير محترمه جدا، جماهير بتقدر النجم ده مهم جدا ونبيل كابتن نبيل معلول برضو نجم في التدريب وكان نجم لعيب كبير برضو زمان. احنا عايزين نقول طبعا هي طبعا لقطه حزينه جدا بس المشكله كلها ان يعني اتغلب في ارضه في مشاكل عندهم جماهير مش موجوده كل ده اثر على نفسيه كابتن نبيل أكيد معلول أكيد. طبعا انما انا شايف الاستقاله في الوقت ده يعني كان لازم يكمل المباراه اللي في القاهره وعاوز يمشي يمشي يعني انما موضوع طبعا يعني هو طب دلوقتي هيبقى وضعهم ايه بقى؟ اكيد ده هيجي المدرب العام هو اللي هيمسك المباراه لان برضو هم حاطين في دماغهم بتلعب النادي الاهلي هتلعب النادي الاهلي في القاهره كسبانك في تونس طبعا. فطبعا الموضوع ممكن يقدم المباراه دي بالموجودين و10000 متفرج طبعا يعني هي دي المشكله كلها انك انت الوضع بالنسبه لهم صعب يعني وان شاء الله برده بس يعني برده مش عايزين نخلي النادي الاهلي يخرج عن تركيزه ان هو لازم برده يكسب المباراه طبعا. اللي فاتت دي نسيبها على جنب شويه ونبص للمباراه بتاعت القاهره لان مهم جدا انك تكسب في ارضك ده مهم جدا برده لانك انت برده عشان تخش المباراه ان شاء الله النهائيه وانت كسبان مكسب كويس عشان الفرقه برده اللي انت هتلاعبها ايا كان مين الوداد او سان داونز انك انت ما تحسبتش قوي لا اتحسمت انا شايف كده لان برضه محسوبه من شويه من شويه لان برضه سان داونز بس التعادل اللي حصل ما بينهم برضه ايه يعني فارم للتوقعات شويه كويس بس انت بتلعب برضه باتنين ناقصين عند من فرقه سان داونز وتحس برضه ان ما فيش حد مش ناقصين يعني فرقه كبيره يعني طبعا عايزين نقول برضه مش عايزين نخفز بالفرقه طبعا لازم نديهم حقهم برضه فرقه كبيره سان داونز فرقه كبيره وفرقه الوداد فرقه كويسه فرقه برضه كبيره انما ايا كان مين النادي الاهلي هيلعب بس هي محسومه طبعا انما النادي الاهلي مهم جدا يفكر في المباراه بتاعه القاهره مهم جدا لازم تكسب مكسب كويس وتريح الناس يعني الناس تبقى مرتاحه واللعيبه بتاعتك تبقى مرتاحه وهي داخله على المباراه برده الصعبه اللي في النهائي يعني ان شاء الله انما موقف صعب جدا يعني كلنا برده لان برده كابتن نبيل والترجي اسم كبير ونادي كبير وتونس برده اشقائنا واحبابنا طبعا انما احنا بنتكلم ان كان موقف مش لطيف يعني فان شاء الله يعني تعدي والراجل برده يقدر يرجع تاني ان شاء الله ونادي الترجي يرجع تاني ولانه برده من الانديه الكبيره برده الناس تاريخ كبير طبعًا. واحنا في مصر بنحترم التاريخ يعني احنا بنحب نلعب مع الانديه الكبيره لان في الاول في الاخر لما احنا بنسعى للفوز بنبقى باصين برده ان احنا نلعب ماتشات قويه مش تسعه صح. وتفوز وما تحسش ان في تنافسيه مش هنحس بطعم المكسب اصلا وده بيحصل كتير والاهلي كمان بيحب يلعب مع الفرق القويه يعني بيحب يلعب مع الفرق الكبيرة
كبيره طبعًا. لان بيظهر امكانيات النادي الاهلي، ودايما ماتشات الاهلي مع اي فريق من شمال افريقيا بيبقى لها خصوصيه حلوه جدا، بتبقى حلوه والله بجد، بتبقى حاجه رائعه جدا، لان انت برضو شمال افريقيا يعني بيحبونا جدا واحنا بنحبهم، والمباريات التنافسيه دي حاجه تانية غير 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 البلاد يعني. أيوة. فبيبقى شيء جميل وشيء رائع، وبتحس انك انت بتلعب في 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 بلدك، في 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 مجالك، في 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 يعني مش عايز اقول ان احنا غير افريقيا مش حاسس بغربه، مش حاسس بغربه غير لما تلعب في افريقيا. طيب كابتن ايهاب، لو هنروح شويه للفنيات، لان احنا لو هنتكلم عن ماتش الترجي الذهاب طبعا النتيجه كانت رائعه، بس لو هتكلم بمنتهى الشفافيه ونخبها في المصداقيه برضو، احنا ضيعنا فرص يعني. احنا كسبنا 3 كان ممكن نكسب 6 كان ممكن نكسب 5، كلمة منتهى الصراحة. عندنا لسه مشكلة قائمة مش بتظهر في كل المباريات، بس بتظهر في بعض الأحيان، كانت ظاهرة في ماتش الترجي إن أنت كان ممكن تحرز أكتر من 3 أهداف. أنا أقلق لو ده تم تكراره في مش بس ماتش الإياب، في الماتشات كمان ماتش النهائي. ده إزاي تم تداركه؟ بتشوف كولر قادر إن هو يحل المشكلة دي برضو إزاي؟ بص يا هوند، هي المشكلة مش في النادي الأهلي، هي ثقافة لاعب مصري. ان انت مثلا انا كسبت وكمان بفكر ايه ان انا كسبت بره ملعبي، يعني كسبان بره ملعبي 3، بس هو يقول لك ايه يعني، طب هجيب تاني ولا ما اجيبش يعني، ولا حلو كده ولا كده كويس، احنا كسبانين كويس يعني. اللاعب المصري مش بيتكلم عن لاعب النادي الاهلي، هو في مساحه للجزء العاطفي ده؟ لا يعني مفيش. لو لا. انت حسيت ان انت كنت قاسي شويه على الفريق والمنافس، وخصوصا لما يكون المنافس فريق تقيل وليه تاريخ طويل، في مرحله معينه بعد غزارة تهديفية لغاية ليميت ما ممكن تقف وتقول كفاية كده؟ لا، ما بتحصلش مع اللعيبة، ما بتحصلش أو مع الإدارة ما بتحصلش، إنما أقول لك اللعيب هو نفسه اللي بيحدد. بمعنى إيه؟ أنا كسبت 3 وخلاص بقى يعني حاجة كويسة، وفي مباراة تانية، فاهمني فاهمني الكلام؟ إنما المشكلة كلها دي ثقافة لاعب، اللاعب المصري ما عندوش إن أنا أجيب 5 و6 و7 لو عندي فرصة، ده مهم جدا. زي مثلا الأهلي والزمالك لما كسبنا 6-1 كان في فرصة إنك بتجيب بتحرز، فالأمور كانت ماشية. إنما برضو الترجي فرقة كبيرة، فبرضو مش حاجات تقصوا عليها او لا لا مفيش الكلام ده، انما انا خلاص الهدف اللي كان عندي انا حققته خلاص، ان انا كسبته لسه عندي مباراه تانية، حتى لو كان 1-0 كان برضو الاهلي كان هيكتفي بكده يعني. دي ثقافه برضو لاعب ان هو ما عندوش الطمع انه يكسب كتير، او ما دام في فرصه ان يعني احقق المطلوب من غير انا حققت حققت الهدف بتاعي وخلاص كده. انما مش زي اوروبا مثلا، اوروبا تكسب 5 و6 و7 لو في فرصه، حتى لو من باب المجد. بالظبط، برافو عليك طبعا. ده مهم جدا، بس هو النادي الاهلي برضو بتلعب قبل نهائي، وقبل نهائي حاجه صعبه يعني، انت بتلعب قبل نهائي موضوع صعب، انك انت بتفكر الهدف، انا عايز اوصل للهدف بتاعي، ايه الهدف؟ اتحقق خلاص، ما ببصش لحاجه تاني، انما انا حققت الهدف بتاعي. هو ده اللاعب المصري او اللاعب النادي الاهلي اللي كان في المباراه اللي فاتت يعني. طيب بالنسبه للنهائي، لو احنا هنتكلم من سان داونز هي الاقرب، سان داونز في العموم لو هنتكلم فنيات برضو الهجوم عندهم اقوى كتير من الدفاع، فهل احنا هنقول ان ده احنا هنعتمد على ده مثلا، كولر المفروض يعتمد على النوعيه دي بس، ولا المفروض برضو نبقى حاطين في حسباننا ان مفيش طرق لعب مضمونه، سان داونز ممكن يفاجئنا رغم الغيابات اللي حضرتك ذكرتها، برضو لازم نطمن، مهم قوي. انت هتلعب ان شاء الله يعني؟ ان شاء الله. مش عارفه ايه الصوت ده والله، صوت غريب جدا، حاسه عندي 90 سنه. لا لا لا، الجو مش كويس، الجو برضه مش كويس خالص. انما انا عايزين نرجع تاني لسان داونز، فرقه كويسه طبعا، فرقه قويه جدا، وده يليق بنهائي افريقيا حقيقه، اهلي وسان داونز يعني لو هي الاقرب يعني. احنا لازم نفكر عندهم، ما انت هتلعب فرقه بتلعب نهائي افريقيا، اكيد فرقه عندها هجوم كويس، حارس المرمى على فكره بتاعهم برده كويس قوي، حارس المرمى مش 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 وحش، حارس المرمى كويس، خط النص عندهم كويس جدا، خط الدفاع مش سيء، ضعيف شويه بس يعني اقل من الخطين اللي فاتوا يعني. انما انت بتعتمد برده انك انت لازم تكسب المباراه، انا ما اعرفش اذا كانت هتبقى مباراتين برده ولا مباراه واحده، انا برده دي مش عارفها يعني. لو مباراه واحده لازم تكسب يعني، ما هي ما فيش رايح جاي، انما انت عندك كل المقاومات انك انت تاخد البطوله، والنادي الاهلي معودنا لما بيوصل النهائي لازم ياخد البطوله، ده مهم جدا. فانت بس هي المشكله كلها اللي هتقابل النادي الاهلي ان انت بتلعب فرقه قويه جدا،
يعني برضو مش طبعا. عايزين نعتمد ان هم كسبونا قبل كده. ده وارد في الكوره جدا طبعا. انك انت تكسب وتخسر. النادي الاهلي مش هيخسر على طول ولا هيكسب على طول. ده يعني ده طبيعي جدا. حاجه مضمونه ولا حاجه ثابته اصلا. حاجه خالص. انما انت بتلعب كوره في جنوب افريقيا وكوره متقدمه طبعا. جدا وسريعه جدا طبعا. وبرضو من ضمن الخصائص اللي موجوده عندهم بشكل ملحوظ فكره سرعه الارتداد من الدفاع للهجوم او العكس. طب ما كل ده عبء، كل ده ضغط. طبعا ضغط عليك، بس برضو لازم افكر ويكون عندي ثقه في نفسي ان انا لاعب كويس او النادي الاهلي فرقه كبيره. ما هو برضو هو بيفكر فيك كده واحنا بنفكر فيهم كده. يعني زي ما احنا بنفكر فيهم هم بيفكروا فيك اكيد. برضو مش هيقول لك ان احنا هم كسبونا قبل كده، مش هيفكر في الحته دي على فكره. هيفكر ان هو بيلعب مع فرقه قويه، والنادي الاهلي كان على يعني اذا كان هيكمل ولا مش هيكمل في دوري المجموعات. وما دام النادي الاهلي كمل يبقى في دي فرقة جامدة، فرقة كويسة، فرقة قوية. هو بيفكر فيك كده برضه. فأنت لازم تفكر إنك أنت الهجوم بتاعهم قوي جدا. أنت عندك برضه خط الدفاع بتاعك كويس جدا، قوي جدا. الشناوي ما شاء الله ماشي كويس جدا. فأنت عندك حتة الدفاع برضه عندك قوية جدا أحسن منهم. فأنت عندك لو وقفت الهجوم بتاعهم بشكل كبير أنت ممكن تقدر تحرز أهداف. لأن برضه الهجوم بتاعك قوي جدا، الهجوم بتاعك كويس جدا، والدفاع الخصم عادي جدا. هيبقى في بالانس او طبعا. يعني من هنا ومن هنا توازن من هنا وهنا طبعا. لان انت زي ما بفكر زي ما هو بيفكر احرز ازاي، النادي الاهلي برضو بيفكر يحرز ازاي، لو الباكات ازاي او الخط الظهر ازاي من الناحيه دي. لازم برضو هم بيعمل في حضرتك كنت تقول من شويه ان هم مثلا مش هيفكروا في حته ان هم فازوا علينا قبل كده، ان هم عارفين كويس ان كده كده بيلعبوا فريق قوي. صحيح. وفي المقابل قلت ان النادي الاهلي لازم ينسى النتيجه اللي تعرضناها قبل كده مع سان داونز، ويركز بس في ان هو كمان هيواجه خصم قوي. طب يعني هو مش المفروض ان احنا برضو نستدعي الذكرى الغير عطره دي كحافز اضافي بالنسبه لنا لاثبات الذات، لمحو صوره ما مش صحيحه مغلوطه اتخذت في وقت من الاوقات؟ لو فكرت في كده يبقى ده شيء ايجابي جدا. لو انا فكرت في الحته دي ان انا كسبني قبل كده ولازم اكسبه يبقى دي شيء ايجابي جدا. انما ما فكرش في ان هو كسبني بطريقه سلبيه. طبعا لا انا اقصد كحافز. حافز طبعا. ما انا بقول لحضرتك لو انا فكرت في كده بالطريقه الايجابيه دي يبقى شيء جميل جدا وشيء رائع. فكرك يا جماعه مفكرين فيها كده في طبعا لازم. النادي الاهلي بيفكر في تاريخ دايما. يعني النادي الاهلي او احنا في مصر بنفكر دايما في التاريخ، لان احنا عيشتنا من اول لما نشات الدوله الفرعونيه في مصر تاريخ. احنا بنعمل تاريخ. النادي الاهلي بيعمل تاريخ. تاريخ بمعنى ايه؟ ان انا كسبت مثلا الزمالك 60 مره مثلا، يعني ده تاريخ بيتحط. كسبت السوبر من نادي البيراميدز او نادي الزمالك كذا مره، ده تاريخ. فالنادي الاهلي بيعمل تاريخ. مع فرقه سان داونز برضو النادي الاهلي بيفكر في نفس الكلام ده اللي حضرتك بتقوله. لو فكر بالنيه دي يبقى شيء ايجابي جدا وشيء رائع ان انا اعمل تاريخ لنفسي. ان انا اكسب النهائي وكسبت سان داونز ده مهم جدا. فطبعا دي شيء ايجابي جدا لو فكر بالطريقه دي. انما انا شايف ما دام انت بتلعب مباراه نهائيه والنادي الاهلي هو بطل القاره وبطل القاره على مدار التاريخ واكتر فرقه واخده بطولات في افريقيا. فطبعا بيفكر من المنظور ده ان انا لازم اكسب النهائي وبعد كده بيعمل التاريخ بيجي. يعني طول ما انا بكسب التاريخ بيجي. التاريخ بيتكتب طول ما انا بكسب. ده مهم جدا وده اللي بيفكر فيه النادي الاهلي. وانا عارف كده لان انا عشت في النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي وعارف ان احنا بنفكر ازاي. فده مهم جدا. والكلمه اللي انت حضرتك قلتها دي يا كريم شيء جميل جدا ومهمه جدا الكلمه اللي انت قلتها. يعني هو فاضل دقائق قليله وتنتهي الحلقه. انا بقى عايز استغلها نتكلم مع كابتن ايهاب شويه عن ذكرياته. يعني لما كنتوا بتفوزوا برضو كابتن ايهاب والكواليس كانت عامله ازاي؟ لما كان بيبقى فيه اخفاقات من حضرتك تحديدا كانت الكواليس عامله ازاي؟ الكامباك كان بيبقى عامل ازاي؟ بصي زمان غير دلوقتي. زمان قوي احنا كنا لما بنتعادل مباراه ما بنخرجش من بيتنا يعني حقيقة يعني. وبنستنى المباراه اللي بعديها وروا وشكم للناس يعني خالص والله بجد. يعني ما يعني حتى ما كنا نتكسف نخرج او نبقى زعلانين ان احنا نخرج غير لما نروح النادي بس عشان نتمرن عشان نستنى المباراه الثانيه عشان نفرح الناس ان احنا تعادلنا مباراه او يعني او خسرنا مباراه. فطبعا كانت الكواليس كنت بتلعب مع فرقه كبيره. يعني كان كل ال 25 لعيب كانوا نجوم كل اسم نادي اصلا والله بجد. يعني على فكره وكل الفرق كانت قويه
قويه جدا، يعني لغايه النهارده انا حافظ لعيبه المنصوره كلها، لعيبه الاولمبي، لعيبه الاتحاد، لعيبه الترسانه، لعيبه الزمالك، وكانت كل الفرق قريبه جدا لبعض. الترسانه كانت قويه برضه زمان قوي جدا. في نوادي للاسف والاسماعيلي كان فيها انديه كتيره والمقاولين كان فيها كتير. البرازيل مصر طبعا. لا بص بصراحه كانت الفرقه كلها قويه جدا، واللعيبه في كل نادي يعني كل نادي كان فيه خمس ست لعيبه اقويه جدا، اقويه اقويه بمعنى كلمه قوي. يعني انت بتروح تلعب الاتحاد في اسكندريه كان بيبقى صعب جدا، تلعب المحله في المحله صعبه جدا. لعيب كابتن بوبو ايوه فاهم، كان ماسك الكابتن خطيب وضربه يعني حاجات ما فيش حد ما شالوش على كتفه. بالظبط كده، كان راجل الله يرحمه كان راجل جميل جدا. انما الكواليس زمان كانت حلوه قوي قوي قوي، وكانت الناس كنا كلنا بنحب بعض جدا جدا، لان كلنا قلبنا على قلب النادي، لان ما كانش فيه فلوس. وبالمناسبه كمان كانت الجماهير اكثر منطقيه بكثير عن دلوقتي، وكانت العلاقات لا تتعدى المناوشات اللطيفه بالزبط. اللي بين الاهلاويه والزمالكاويه اللي قاعدين مع بعض على القهوه بيتفرجوا على الماتش، وكلنا كنا ما كانش فيه خناقات، ما كانش فيه طرف بيحاول يكسر من الطرف الثاني زي دلوقتي. ما فيش كده خالص، يعني كنا نقول ده الاهلي لو كان جاب الجون ده، او الزمالك لو كان جاب الجون ده، كنا كلنا اصحاب وحبايب جدا. احنا على فكره لغايه النهارده لقيت الاهلي والزمالك والاسماعيلي كلهم اصحاب جدا، اصحاب قوي يعني، علشان ما كانش فيه اللي بيحصل اصلا دلوقتي. ما انا مش عيب بس صحيح. على الجماهير، اللغه اللي بتصدر من بعض الناس، القامات اللي المفروض في الرياضه، والاعلاميين اللي المفروض لهم قامات، ما ده بينعكس على الشارع المصري. خلينا نبقى صراحه يعني للاسف الشديد، احنا زمان كانت كل شيء كان الكلام ده كان موجود، لا كان كل شيء رائع وجميل، وكلنا كنا نحب بعض. واللي كان بيتصدى للتعليق وللتحليل وللنقد كلهم اساتذه، كل اسم اتقل من الثاني. طبعا طبعا طبعا، على كل حال يعني كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، وواثقين باذن الله ان هو هيفرحنا كالعاده. اشكرك كابتن ايهاب جدا، شكرا لحضرتك كالعاده يعني، نورتنا واسعدتنا بوجودك، وان شاء الله نشوفك على خير ان شاء الله. اكون سعيد معاك والله، نورتنا. شكرا ليك، واكيد الشكر موصول لمشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. باذن الرحمن يتجدد اللقاء بكره وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.